اهلا بكم. من الاحدث والاكثر انتشارا الان له دور مهم جدا جهاز التردد الحراري، وتستغربوا جدا لما اقول لكم انه استخدام التردد الحراري بدا سنه 1931، وكان ساعتها مقصور، يعني بدا على حالات التهاب العصب الخامس. اول ما بداوا جربوه على ما يسمى بالتراجمنال نيورالجيا، التهاب العصب الخامس، وبدأ الاستخدام بتاعه يزيد شوية. وبدأوا في سنة 1980 يستخدموه في تطوير تكنولوجي آخر على مشاكل العمود الفقري والانزقاق الغضروفي البسيطة والعضلات، وبعدين بدأوا يطوروه أكتر وأكتر. وفي العشرين السنة الأخيرة بقى أنواع كثيرة جدا دخل فيها وأحدث فيها ثورة هذا الجهاز المتميز للغاية المتطور، اللي تطور كبير التردد الحراري، ودخل في كتير من الحالات. بيعمل حاجة مهمة جدا دلوقتي هذا الجهاز، اسمها نيورو موديوليشن. يستخدم في الانزلاقات مع بعضها، يستخدم في الالتهابات العضلية، تستخدم في مشاكل المفاصل، تستخدم في مشاكل الحوض. هنفهم النهاردة التردد الحراري بالتفصيل، اللي بدأ 1931 النهاردة 2023، شوف تقريبا فات 100 سنة إلا شوية. هنتكلم على شيء بدأ من 100 سنة لكن تطوره طبعا في السنين الأخيرة تطور خالص غير اللي كان موجود في القرن السابق. ضيفي العزيز واحد من نجوم عالم الألم هيمتعنا بحوار خاص جدا، هو طبعا ضيفي العزيز الأستاذ دكتور عمرو سعيد، استشاري علاج الألام وألام المد الفقري وألام المفاصل، والمدرس لعلاج الألم التداخلي بالأكاديمية الطبية، صاحب دكتوراه علاج الألم، وعضو الجمعية الأمريكية للطب التجديدي والجمعية المصرية لعلاج الألم المزمن، وعضو الجمعية الأوروبية للسونار الحركي والأواء، زمالة المعهد العالمي لعلاج الألم، والمدير لمركز بينكيور لعلاج الألم. ضيفي العزيز أهلا بك يا دكتور عمرو. أهلا دكتور أيمن. التردد الحراري بدأ 1931 بس ما شاء الله دلوقتي في حتة تانية خالص. هو اسمه عايزين نصلح مفهوم عند الناس. كلمة هو طبعا زي ما حضرتك فعلا نوهت، هو كان اسمه التردد الحراري انه كان بيستخدم فيه برضو تقنيات تانية، ان هو زي مثلا دكاترة الكبد في كي البؤر العضلية. هو فكرته باختصار عشان السادة المشاهدين يعرفوا، هو عبارة عن إبرة دقيقة جدا ليها جزء نشط، الجزء النشط ده بيطلع موجات من الموجات الترددية الكهرومغناطيسية. موجات التردد الكهرومغناطيسية دي هي موجات الراديو، هي عادي موجات الراديو العادية، ليها فريكونسي معين، ليها تذبذبات معينة، تقدر تحرك المية اللي جوه الأنسجة فتديها درجة حرارة، درجة الحرارة دي تكسبها هذه درجة الحرارة اللي هي تشبه درجة حرارة الجسم، اللي هي ممكن توصل إلى 37 وفي بعض الحالات إلى 42 درجة. بنستخدم منه نوع اسمه التردد الحراري اللي هو الكونفنشنال، هو العادي اللي هو بنعمل بيه كي مثلا لالتهابات مفاصل جار الفقرات، لالام مفصل الركبه وخشونه الركبه زي ما الساده المشاهدين شايفين كده. هو الاكتف تيب دي بتطلع موجات تردديه، التردد دوت هو موجات التردد، موجات تردديه كهرومغناطيسيه، موجات راديو عاديه خالص، فتعمل زي ما حضرتك قلت بالظبط نيورو موديوليشن، تحور على مستوى الالم، تمسح بروتينات الالم اللي موجوده وترجع العصب دوت ريسيتنج، ترجعه الى ما كان عليه قبل الاصابه، لان يعني زي ما حضرتك عارف ان من كتر ما العصب بينقل الالم فهو بالتالي بيحصل له بصمه تكون فيه سنسيتيزيشن، يتحفز يبقى ملتهب فيصبح ينقل اشارات غير مؤلمه تبقى مؤلمه. فميزه التردد ان هو بدل ما بحقن ماده، وده طبعا مناسب جدا للمرضى اللي هم مثلا عندهم امراض مزمنه زي مرضى الضغط والسكر، اللي عندهم حاجات ما نفعش نستخدم فيها مثلا الستيرويد والكورتيزونات، فبنقدر نحط التردد ده كعلاج، يعني بيديني علاج للمكان المصاب باسلوب بتركيز عالي جدا زي ما حضرتك عارف. طبعا ازاي بيتم عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين؟ طبعا بيتم في تحت تعقيم تام حسب الاصابه اللي موجوده وحسب المكان اللي انا عايز اروح اعالج فيه الالم اللي موجود. الم مزمن اكتر من 6 شهور مستمر مع المريض، انا محتاج ان انا اعالجه بتقنيه التردد الحراري زي ما قلنا حركه او موجات الراديو فريكوانسي. فبيتم في غرفه قسطره، دي اكتر مكان احنا بنحب نشتغل فيه تحت جهاز اشعه عشان نبقى شايفين كل ما هو
يعني فايتال، يعني ايه نكون نشوف الاعصاب، نشوف العضلات، نشوف الاربطه، نشوف العظام، نشوف التشريح بتاع الجسم نفسه في صوره يمكن هتبان للساده المشاهدين. فده بيدينا امان عالي جدا، سيفتي عاليه جدا، عشان خاطر احنا داخلين في اماكن، الاماكن دي لازم ابقى شايفها كويس، وانا شايف بتوجيه الاشعه ديت انا رايح فين. بنستخدم المخدر الموضعي، فالمريض ما بيبقاش حاسس باي حاجه. في بعض المرضى بيخافوا، او الناس اللي ممكن تبقى خايفه او خايفه او بتخاف من الحقن، في ناس بيجي يقول انا خايف اصلا من ايه. وزي ما الساده المشاهدين شايفين كده، احنا بنبقى شايفين قدامنا قصاد الكاميرا المكان اللي احنا طالعين. هنا احنا شغالين بتقنيه التردد الحراري التحفيزي، هنا ما بنعلاش درجة الحرارة عن 37 اللي هي بتبقى تشبه درجة حرارة الجسم. والتحفيزي أو نبضي ليه؟ لأن هو بيشتغل بيدي النبضات بفريكونسي معينة، بستخدم أنا بتفرق معايا الديوريشن، فعشان أمسح الألم، أمسح بروتينات الألم، أرجع هذا العصب إنه يرجع يستخدم مرة تانية ويرجع لي يرجع لي مكان عليه في طبيعته مرة تانية. الألم، بحكي لي على الألم نفسه. يعني الالم نفسه انت بتقول بروتينات بروسيس، دايما احنا كنا بندرس الالم في الفسيولوجي على انه متواليه، زي ما تقول كده عامل زي علبه الدومنه لما بتترص ورا بعضها كده، هوت واحده تقع فتجيب اللي وراها تكر. في مسار للالم، مسار، في اعصاب، في مستقبلات للالم. الالم بيبقى انواع طبعا، في الم في حوالي ست مستقبلات للاحساس، بتنقل الالم منهم حاجه اسمها سي فايبر، دي ارفع واحده بتبقى دايما تحت، دي اللي هو مستقبل الاساسي للالم. وده بينقل مثلا لو حصل اصابه او الم في مكان ما، فبيبقى ليه اتنين بصوير، يعني بيحصل حاجتين، بيحصل فيه حاجه استجابه نيوروهيمورال، يعني ايه؟ يعني استجابه عصبيه هرمونيه، وفي الاصابه نفسها الاستريس نفسه. دول بيروحوا يعملوا حاجه اسمها اثاره لحاجه اسمها الجهاز العصبي السمباثيك، اللي هو السمباثيك منتيفايد كده. معظم نظريات الالم حاليا بتقول ان الالم نفسه بيسبب حاله من حالات النشاط والزايد في السمباثيك نيرفس سيستم، اللي هو ده حاجه في الفسيولوجي اكيد حضرتك عارفها. فبيعمل ارتفاع في الضغط، يعمل تاكيكارديا، بيعمل اللي هو يعني نبضات قلب زياده، بيعمل تعرق، بيعمل نقص الدم الواصل للمكان اللي هو اللي بيحصل فيه الاصابه، اللي هو بنقول عليها متلازمه الالم المصاحب ليها. وبتبقى طول ما الفتره دي تستمر كل ما بيبقى غلط، هو ده اللي احنا ما بنحبوش. احنا عايزين نعالج ده بسرعه علشان خاطر هذا الالم ما يتحولش معايا الى الم مزمن، والم مزمن لوجود هذه الاستثارات اللي موجوده لفترات طويله، فبالتالي هي اثرت لي على الدم الواصل للمكان، اثرت لي، دخلتني بعد كده في متلازمه الالم المزمن. متلازمه الالم المزمن هي المزعجه في بالظبط كده، هي العفريت اللي انتوا بتخافوا منها، واللي بنبقى علاجها بيبقى صعب، لان كل ما المريض جاي بقاله سنين عنده الم، كل ما بيبقى علاجه صعب، بيبقى علاجه بياخد معانا وقت عشان نشيل هذا الالم ونحرر بروتينات الالم المزمن المتكونه وغير من فهمه الاول. لازم بنقعد مع المريض، عشان كده حضرتك الالم بيبقى فيه فريق بيشتغل معانا، فريق متكامل مالتي ديسيبلينري بيقول عليها كده، فريق من دكاتره علاج الم، دكاتره روماتولوجي، دكتور علاج طبيعي، دكتور سيكاتري مخ واعصاب ونفسيه، عشان خاطر يحسن ده السلوك بتاع المريض عشان يشيل ده، فبالتالي ناخد نتيجه افضل للمريض. التردد الحراري من الحاجات اللي تخلينا نادين بالشكر للهندسه الطبيه، طوروه تطوير كبير جدا، وده يخليني اقول لك انه دلوقتي يختلف تماما الموضوع عن 1980 او حتى طبعا عن قبل كده. الاستخدامات زادت للتردد الحراري، استخداماته في علاج الامراض المختلفه زاد، زي ما حضرتك قلت للتكنولوجي اللي اتضافت عليه. يعني دلوقتي في انواع للتردد الحراري، كان في اول الجيل الاول وفي بعد كده الجيل الثاني اللي هو بيستخدم عن تارجتنج. يعني ايه تارجتنج؟ يعني تقدر حضرتك توجهه لمكان المشكله عن طريق الجلد بدون اي ابره تدخل الى الجلد، وده بنستخدمه في تاهيل الاصابات الرياضيه، اصابات الملاعب، بنقول عليه تارجتنج راديو فريكوانسي، تردد حراري موجه الى المكان اللي فيه المشكله، بيديني برضو للعضلات والاربطه والاعصاب الكوتينيس اللي هي تحت الجلد الى ان يصل الى مكان اللي فيه المشكله.
وفي برضه حاجه الجديد برضه اللي هو الباي بولر. يعني ايه؟ يعني انا زمان انا كان ممكن ادخل بابره واحده، دلوقتي لا، احنا ممكن ادخل بابرتين لمكان اللي فيه المشكله، في مكان العصب المصاب اكتر، واعمل حاجه اسمها نطاق من الترددات الكهرومغناطيسيه لعلاج الالم ده، بيديني نطاق اوسع في حالات اوسع، خاصه حسب ما يكون العيان عنده الام مزمنه لفترات طويله. احكي لنا، طب يعني الفهرس اللي ممكن يفيدني في التردد الحراري يفيدني في ايه؟ ناخد اولا من بدايه زي ما قلت حضرتك كده، عشان نبقى دي تول لازم نستخدمها كويس، عشان الاستخدام الخاطئ ليها هيديها سمعه سيئه، دي اول حاجه. الاستخدام الخاطئ بمعنى ان احنا نستخدمها في حاله ما ينفعش فيها، ما ينفعش استخدم فيها. فلازم اشخص المريض، هو المريض ده عنده الم بقاله قد ايه، فترات قد ايه، والالم ده لا يستجيب لاي من العلاجات التقليديه اللي احنا عارفينها. فبالتالي لما استخدم معاها تقنيه التردد الحراري، انا عايز اشيل هذا الالم المزمن واستخدم هذا التقنيه في ان انا اطلع المواد العلاجيه اللي جوه المنطقه المصابه، احسن اعمل نيو، امسح مواد بروتينات الالم المتكونه اللي هي نيو، واعمل نيورو موديوليشن، تحول على مستوى الاعصاب المصابه. فبالتالي الام العمود الفقري، الام المفاصل بانواعها المزمنه، لازم اقول كده الام المزمنه. يعني بيجي لي مريض يقول لي انا عايز اعمل تردد حراري، وانا اقول له لا، انت ممكن علاجك يبقى ابسط من كده، فنحتاج ان احنا ناخد علاج او ناخد تاهيل فناخد نتيجه افضل، مش لازم. دي سلاح اقدر استخدمه في الالام المزمنه منها. وزي ما قلت حضرتك كده كمان، ان الكوتينيوس راديو فريكونسي او التردد الحراري الجيل الثاني او الاحدث برضه اوجد لي حل بدون ما ادخل غرفه عمليات، يعني ممكن استخدمه في العياده عادي جدا للاصابات اللي هي المزمنه والحاده منها، واخد بيها نتيجه كويسه جدا. ايه المميزات بقى للتردد الحراري؟ اهم ميزه ليه ان هو مش مضاعفات، ده اهم ما يميزه. المضاعفات تقريبا تكاد تكون مش موجوده، يعني لان زي ما قلت حضرتك كده وسائل الامان كتيره، انا ببقى شايف، بوجه عن طريق الجهاز الاشعه او عن طريق السونار، فبالتالي نسبة الخطأ فيه مش واردة. النقطة التانية ان هو مش مادة بتتحقن، هو ترددات دي بتوجد لي علاج للمكان المصاب، سواء كان زي ما قلت حاجة عصب، او سواء كان في عضلة من العضلات او رباط من الاربطة، خاصة في الكوتينيوس راديو فريكونسي. التردد الحراري التقليدي اللي هو الجيل الاول اللي احنا بنستخدمه ولا زال بيستخدم في الام المفاصل جر الفقرات، الام الانزلاق الغضروفي بانواعها، خطوة أولية في العلاج قبل ما ندخل نعمل نشيل هذا الغضروف. ممكن أعمل لألام قشرة الغضروف نفسه، الغضروف ليه إحساس، ممكن أدخل أعمل تردد حراري على هذا القشرة لعلاج ألام الغضروف نفسه في بعض الحالات، ألام المفاصل عامة، مفصل الحوض، مفصل الكتف، مفصل الركبة، دي بنستخدم فيها التردد الحراري التقليدي اللي هو بندخل تحت مخدر موضعي، ألام ما بعد العمليات الجراحية وفشل جراحات العمود الفقري وألم التثبيت، ممكن أدخل برضو أعمل تردد حراري وبيفيد جدا المرضى دول، ألام ضيق القناة العصبية بأنواعها اللي هم كبار السن اللي بيعانوا من ضيق في القناة العصبية نتيجة تضخم في أربطة العمود الفقري، فبالتالي أدخل ألام العصب الخامس، ودي من أول الاستخدامات اللي ممكن نستخدمها، وزمان كان استخدام، يعني كان في بنستخدم ترددات، وحاليا الأحدث في الأجهزة أوجد لنا حل أروع كمان في ألام العصب الخامس بأنواعه. المريض بيشعر بالتحسن بعد قد إيه؟ المريض بيشعر بالتحسن، دايما بنقول للمريض ما يستعجلش، احنا عملنا النهارده التردد، في حاجات هيحس بيها اول يوم، في خلال يومين، خلال اسبوع، وبنحكم عليه كله في خلال شهر لشهرين كمان في بعض الحالات. يعني يجي المريض يقول لي انا عامل تردد مثلا عند اي حد، يعني يقول لي انا مثلا عامله بقالي شهر، اقول له ما تستعجلش، او الالم زي ما هو، لا الالم احسن، اقول له اصبر، لان ديت بتعتمد على زي ما حضرتك نيورو ميديوليشن، تحور على مستوى بروتينات الالم، فده بياخد وقت. احنا بنغير في طبيعه وكيمياء الاعصاب نفسها، فبالتالي الحكم عليه في خلال شهر لست اسابيع. هو انا ارى انه اذا جاز التعبير المضاعفه الوحيده للتردد الحراري ان في حالات لا يصلح لها التردد الحراري. صح. دي مش تعتبر مضاعفه، هي تعتبر ايه؟ ان انا وضعت الشيء في غير موضعه. تمام. عشان كده لازم ناكد ان في حالات ما ينفعهاش. انا بسمع حاجات غريبه، ان يجي مريض مثلا يعني حالته بسيطه، ابسط من الام بسيطه جدا، فبالتالي يقول لي انا عملت تردد، انا بستغرب هو ليه عمل التردد؟ يعني في
لان هو فعلا الاستخدام الخاطئ والاستخدام الهابهازارد مفرط لي ده خطا، لازم اوجه للمريض الذي يستحق هذا الاستخدام وهذه الطريقه حتى لا تفقد، يعني انا لا تفقد مستواها. وده دورنا ودور الاعلام ودور حضرتك ان احنا بتوعي المريض هو مين اللي ينفع معاه ومين ما ينفعش معاه. كلمه لو انت جاز لنا التعبير ان تقولها لكل المرضى اللي بيعانوا من امراض مزمنه، حالات مزمنه مؤلمه وبيفكروا في حلول، هنوجه لهم جمله مهمه. التشخيص مهم رقم واحد، العلاج بيبقى مرحلي، يعني هو لو راح لاي طبيب هيتبع معاه هذا الاسلوب، في علاج دوائي، علاج تاهيلي اللي هو بنقول عليه العلاج الطبيعي في بعض الحاجات، ثم العلاج التداخلي والجراحه. في بعض الاحيان بيجي المريض يقول له لا انت لا يصلح معاك هذه التقنيه فهنخضع الى الجراحه، لان انت مش هتنفع معاك طرق تداخليه، اللي خاصه لو في الام مثلا سقوط في القدم، لو عنده عدم تحكم في نتيجه انزلاق غضروفي، وبالتالي دوت مش هينفع معاه ان انا ادخله، لا ده نشوف الحل الاول، لازم اشيل الجزء الضاغط ده، اشيل الجزء الضاغط ده تقريبا بيبقى حلها جراحه، ده في اول حاجه. في بعض الحالات ممكن تبقى برضو منظار او طرق تداخليه جراحيه، ما جابش نتيجه. عيانين الاخر فيها حوالي بقى لو احنا قسمنا مرضى العمود الفقري مثلا الى 9، فاحنا ممكن التداخلات تخضع لثمان اشخاص من هذه المرضى. فالتشخيص مهم عشان نحط بروتوكول علاجي سليم. التشخيص ده هو يعني الثقافه اللي لازم الناس تفهمها. الناس يا جماعه ما ينفعش تتعامل مع مشاكلها الطبيه بشكل من الفهلوه. إذا تعاملنا معها بشكل من الفهلوة إحنا نطينا موضوع التشخيص. الفهلوة هي عبارة عن إيه؟ إن أنا ما أخدش الموضوع إلى أهله، إلى المشخصين اللي يعرفوا بداية القصة إيه وسببها إيه، وأعدي ده لمستوى تاني خالص اللي هو بقى إيه، أجرب وخلاص، صابت ما صابتش. لا، لو إحنا مشينا على الخطوات الصحيحة بدون أن نكون فهلويين ومشينا في طريق التشخيص القويم، هنصل في النهاية إلى النتيجة الأفضل لينا والمناسبة. بس المهم التوقيت، اتحركت إمتى ومشيت لمين، ده كلام مهم جداً جداً. نورت وشرفت وأبدعت كعادتك. شكراً دكتور أيمن. ضيف العزيز واحد من نجوم علاج الألم، الضيف المتميز الأستاذ الدكتور عمرو سعيد، استشاري علاج ألام العمود الفقري والمفاصل والمدرس لعلاج الألم التداخلي بالأكاديمية الطبية، صاحب دكتوراه علاج الألم، عضو الجمعية الأمريكية للطب التجديدي والجمعية المصرية لعلاج الألم المزمن والجمعية الأوروبية للسونار الحركي، وصاحب زمالة المعهد العالمي لعلاج الألم والمدير لمركز بين كيور. كان ضيفي في الدكتور في واحدة من حلقاتنا المثيرة حول تقنية شهيرة جدا، الأهم فيها هي أن يوضع هذه التقنية في موضعها. خليكوا دايما مع الدكتور. صحيفة ديلي ميل البريطانية رصدت في أحد تقاريرها 6 خرافات شائعة عن آلام الظهر، أولها أن الانزلاق الغضروفي يعني أن فقرة من العمود الفقري اتحركت من مكانها، الثانية أن العمود الفقري يصاب بسهولة، والحقيقة أن العناية والمحافظة وتجنب أسباب الإصابة تمنع الإصابة. الخرافة الثالثة أنه آلام الظهر غير شائعة، والحقيقة أنها شائعة جداً. 80% من الناس بيعانوا من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم. الرابعة أنه ألم الظهر يحدث بسبب الشيخوخة، والحقيقة أن الإصابة في الظهر ممكن تحصل في أي عمر. الخامسة أن الراحة هي الأفضل للعمود الفقري، والحقيقة أنه في حالة عدم الإصابة في التمرين المعتدل ضروري جداً لبناء العمود الفقري والحفاظ على قوته ومرنته. الخرافة السادسة أنه مسكنات الألم تعالج آلام الظهر، والصحيح هو اللجوء للطبيب مع أي ألم أو شعور غير طبيعي في الظهر للحصول على تشخيص سليم واختيار الخطة العلاجية حسب درجة الإصابة. اهلا بكم. احكي لكم حكايه. الحكايه خاصه بالفنانه الراحله الله يرحمها الفنانه الكبيره سعاد حسني. دايما بلاحظ ان الناس اللي بتهتم بدراسه حياه فنان بيركزوا قوي في الجزء الاخير من حياه سعاد حسني اللي هو الجزء المتعلق بحادثه وفاتها.
أنا بعتقد إنه الأهم والأولى بالدراسة هو الجزء الذي تسبب في اعتزال سعاد حسني للفن. الجزء ده مهم قوي، جزء الحالة الصحية، جزء الحالة البدنية. سعاد حسني تعرضت إلى مشكلة صحية مهمة جدا وخطيرة جدا أثرت على مشوارها بشكل كبير. هي وقعت وهي في بداية أو في شبابها، وقعت على السلم وحصل لها مشكلة ما في العمود الفقري، وظلت تعاني من مشكلات في العمود الفقري وآلام فترات طويلة لغاية آخر فيلم. والحقيقة واضح إن العظم بتاعها كان فيه مشكلات تانية، لأنه كمان كان عندها مشكلات في أسنانها، كالسيوم في العظم بالإضافة لآلام العمود الفقري كان شيء واضح جدا جدا، كان عندها مشكلات كبيرة جدا في أسنانها، لدرجة إن في فيلم قبل فيلم الراعي والنساء اسمه الدرجة الثالثة عملته مع الراحل الرائع الله يرحمه أحمد زكي، ما كانتش بتنطق الكلام بشكل واضح نتيجة إن السنان فيها مشكلة. وكان باين جدا على فكرة الأطباء المحترفين إنها كانت بتشتغل في الراعي والنساء تحت تأثير مضادات الآلام أو مسكنات الآلام، لأن مشاكل العمود الفقري في الفيلم ده كانت بتعيق حركتها بشكل كبير، وكان بدأ وزنها كمان يزيد. في الآخر هي قدرت إنها تسافر بعد الفيلم، بعد الفيلم الأخير ليها، وعملت عملية، والعملية على فكرة نجحت، لكن وزنها الزايد ربما كان مخليها برضو عايشة تحت وطأة مسكنات الألم، نتيجة إنه ما زال هناك بعض المشكلات في باقي العمود الفقري بدأت تتضح في أواخر حياتها الله يرحمها. لكن خلي بالكم إنه دايما الفكرة في دراسة جزء من حياة المشاهير إن أنت تدرس الحالة الصحية بتاعتهم وتشوف الحالة الصحية دي تم التعامل معها إزاي. ده الفايدة في الثقافة حوالين الموضوع ده، وده اللي أنا بحاول أنقله لكم، إنه أكيد الحالة الصحية لو في منظومة بتراعي النجوم ما كانتش سعاد حسني انعزلت وزنها زاد وعانت من مشكلات صحية كتيرة في الغربة. طبعا يعني الله يرحمه الأستاذ سمير صبري الله يرحمه ويحسن إليه، كان من الناس اللي بتسأل عليها، وطبعا الناس اللي كانت بتهتم بيها قليلين جدا في الوقت ده، لكن كان لازم يكون في منظومات طبية محترفة تهتم بالنجوم، تهتم عموما بأي حد في حالته الصحية بالشكل ده. النهاردة هنتكلم على تطور مشاكل العمود الفقري اللي ممكن مسكنات الألم تكون هي القاتل الحقيقي، أو بمعنى آخر حد بيقدم لي يد العون في صورة أنه بيسكن لي الألم، لكن في الواقع هو ممكن يعمل لي مشكلة كبيرة جدا جدا لأنه بيأخر العلاج الحقيقي. بالإضافة كده هو طبعا له أضرار كثيرة أنتوا فاهمينها، لكن هو شر لابد منه، مسكن الألم، لكن لازم تبقى فاهم أنه هذا المسكن الألم له وقت محدد ينبغي أن أقف بعده عشان أدور على العلاج الحقيقي. ضيفي العزيز هو الذي سيحدثنا عن العلاج الحقيقي لمشاكل العمود الفقري. طبعا ضيفي العزيز هو القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب ومشاكل العمود الفقري، جراحات العمود الفقري بكلية الطب جامعة القاهرة. ازاي يميز ان هذا الالم ليس الم عضلات؟ الم بدا يسمع في ايديك ومعاه تنميل ومعاه خدلان، الحق ده غضروف. اكتر من 80% من غضاريف رقبتك حصل فيها تلف، وتيجي تقول لي اصل لسه حاصله النهارده. القضيه الكبيره انا لازم اتشخص عشان اعرف اتعالج. في ناس تبدا شكوتهم الاولى ان بيجي لهم رعشه في رجلهم. الدنيا بتتقدم، العلم بيتقدم، العلم بيحط لي حلول. لازم يبقى عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض، كل حاجة لها ثمن. ظهر ما بيغفرش، اللي هتعمله في ظهرك وانت صغير هتدفع ثمنه وانت كبير. احنا ما ننتظرش ان المعجزات بتتحقق على الارض، ما بتحصلش معجزات، ده علم. بنقول 80 الى 90% من مشاكل الغضاريف في اولها بتيجي بالعلاج. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري.
الاخ العزيز الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي. منور الدكتور. اهلا بيك دكتور ايمن، ربنا يخليك. مفيش حد ما بيحبش سعاد حسني، كل الناس بتحب سعاد حسني، فانا عايز ابدا بالحته ديت، حته الام العمود الفقري. كتير من الناس مش عارفه انه من الاسباب الرئيسيه اللي اثرت على سعاد حسني في اواخر حياتها هي الام العمود الفقري، الام الظهر. دي حقيقه، دي حقيقه. هو الالم كالم بالذات بيدخل الانسان في اكتئاب. يعني الواحد لما يبقى عنده الم مزمن، يعني اولا كلمه الم مزمن يعني ايه؟ الم مزمن الالم بيقسموها نوعين، في الم حاد اللي هو مثلا انا دلوقتي وقعت اتخبطت حصل الم دلوقتي، ده اسمه الم حاد. بمارس رياضه بقالي اسبوع اتنين بدا يحصل الم، ده اسمه الم حاد. لكن لو انا كنت بمارس الرياضه من سنتين والنهارده بدا يجي لي الام بقى، والالام كانت موجوده معايا وبتزيد، بقت الام مزمنه. في ناس بطبيعتهم بيبقوا حركتهم كتيره ورياضيين، زي المرحومه سعاد حسني زمان كانت بتلعب وتتنطط وترقص وبتاع وكلام من. العمود الفقري كان بيعاني في وقت من الاوقات، بس كانت الموضوع ماشي. جه عامل بقى كمان دخل في الموضوع، اللي هو بدات يحصل نوع من الاكتئاب، نوع من المشاكل، نوع من الحزن. دي حاجه ممكن تبقى بره الموضوع خالص، ادت الى ان الوزن بدا يزيد. بناكل، ما الاكتئاب بيزود في الاكل وبيقلل من الخروج. انا كنت كل يوم بخرج وبسهر وبتنطط وبحرق، ما عدتش بعمل كده. طيب بدا يحصل فيه الم، بدات اخد علاجات. فساعات في ناس بتحصل ايه، يعني في بدايه العلاج الالام اللي هي بتبقى شديده جدا، ممكن واحد ينصحك بحقنه من حقن الكورتيزون، وده علاج، وعلاج ما فيش منه مشكله، واخد بال حضرتك، بس علاج في فتره معينه وتحت اشراف طبي. يعني ما فيش فيه هزار يعني. وفي علاجات بتدخل تحت بند المخدر، اللي هي عشان اقلل الالم لمرحله معينه، اعدي المرحله الحاده دي. في ناس بتستحلى الموضوع بقى، يعني هو لقى ان الابره دي كل شويه بياخدها بيتحسن فبياخدها من نفسه، واخد بال حضرتك. تبدا تدخل في دايره ثالثه اللي هي ايه، ده اكتئاب، وزن زياده، دخلنا في مضاعفات بعض العلاجات زي هشاشه العظام، بدا العظم يضعف. العظم لما بدا يضعف خلاص التحميل بتاعه ما عادش بيشيل، واخد بال حضرتك. بدات الالام اللي كانت ضعيفه بقت الام مزمنه، بدل ما كان الم في ظهري بقى في فخدي، بقى في رجليا، بقى بيسمع لحد كعب رجليا وصبعي، بدل ما كان في رقبتي بقى في كتافي، بقى في دراعاتي، بقى في صوابعي، وممكن كان في ناحيه واحده لا في الناحيتين. ده كان بيجي لي مع الشغل، دلوقتي بيجي لي وانا قاعد او وانا قاعده، الواحده بتشتكي تقول لك لما بقعد بدايه الالم، مع ان العادي بتاعنا في المجهود بنعمل مجهود كتير، بيقول لك طب اقعد واستريح، القعده كانت بتسوي الراحه. طب لما القعده تبقى تعب، يبقى عندك خلل في قوه واستقرار العمود الفقري. العمود الفقري بطبيعته هو عباره عن وحدات عظميه اللي بنسميها الفقرات، ثم ما بينها في النص كده ما يسمى القرص الغضروفي. ده ماشي معانا من اول الرقبه، من بدايه الفقره الثانيه لحد اخر القطنيه، الفقره الخامسه في القطنيه مع بدايه الاولى العجزيه. القرص الغضروفي موجود مع الفقرات، والدنيا جميله، الالم بتاعنا قليل جدا وبنتحرك وبتاع. يحصل الم حاد نتيجه لشلت شيله تقيله، اتلوحت وقعت اتخبطت، هياخد وقت ويعدي، ممكن استعين ببعض العلاجات المسكنه ومضادات الالتهاب. هو الناس دايما بتخلط، يقول لك هو مضاد الالتهاب ده علاج. ايوه علاج، لان جزء ساعات من المرض ان لما الغضروف بيكبر ويضغط بيفرز مواد حواليه بتسبب الالتهاب. يعني في ماده كده جنب، زي مثلا هنفترض افتراض بعيد شويه، واحد دخلت في ايديه مثلا ابره او شوكه، هو الشوكه في حد ذاتها هي عملت اصابه، لكن بتبقى الاصابه الاكبر من الدمج والتلف اللي حصل حواليها، يبدا يحصل التهاب حواليها، يحصل افراز مواد معينه زي الكاينينز والحاجات دي كلها. الحاجات دي هي بتبقى مسببات للالم بقى زياده. فمضادات الالتهاب بتبقى لها دور مهم جدا في العلاج. في ناس كتيره جدا بتتوه قوي مع كلمه، لما بيقرا دايما على العلب بتاعه الادويه اللي هي بتعالج العمود الفقري، يقول لك مضاد للالتهاب، يقول لك يا باشا ده مضاد للالتهاب. ايوه، ما مضاد للالتهاب ده جزء من العلاج، مش مسكن بس، هو جزء من العلاج، ان انا اقفل الدايره او اقطع الدايره اللي هي بتاعه الافراز لماده معينه. طبعا الجهاز العصبي ده جميل جدا، ربنا حميه جوه عظم، والعظم ده قوي، والعظم معمول بشكل خرافي ان يسمح بالحمايه ويسمح بالحركه. يعني مش كانها ماسوره زي ماسوره الميه ولا ماسورة صرف الصحي خالص، هي وحدات تحتوي بداخلها على قناة بنسميها القناة العصبية،
والوحدات زي ما احنا شايفين كده ربنا خلق لها مفصلات. شايف المفصلة ازاي؟ سبحان الخالق العظيم يعني الله. مفصلة حاجة يعني التفصيل بتاعتها وهمية. والإنسان مهما عمل برضه مش هيقدر يوصل أبدا لقرب حتى. احنا دايما مشكلتنا حتى في الطب النهاردة احنا بنحاول نحاكي الطبيعي. الحلول الطبيعي ده ما بنعرفش ما قدرناش نوصل لده. يعني احنا لو قدرنا نوصل ان انا اقدر اعمل مفصل داخلي جوه الفقرة يساعد على قوتها وارتكازها وحركتها انا حليت كل المشاكل بتاعتي. لكن سبحان الله طبعا العلم مهما وصل ففي نقص يعني. لكن الناس بتحاول يعني دايما الناس بتحاول. هنا بتبقى المشكله بقى في ايه؟ العمود الفقري بدا يتعب وشايل حمل زياده. المعادله هنا بتختل ما بين وزن ها وقوه وكمان ضيف عليهم طبيعه عمل. طب لما تبقى واحده ست بدات تدخل في هشاشه عظام او بتعاني من مرض زي السكر او ارتفاع ضغط الدم وبتاخد علاجات كتيره لضغط الدم او بتاخد علاجات للسيوله وعلاجات السيوله كلها بتعمل هشاشه واخد بال حضرتك الحاجات دي كلها والعمود الفقري تعبان والوزن زياده وبتشتكي بقى من الام مزمنه تعمل معاها ايه؟ عشان الدايره دي تخلص منها يبقى لازم اول حاجه انقاص الوزن. انقاص الوزن عندنا مش سهل واخد بال حضرتك ليه؟ حتى بالانظمه الغذائيه في ناس ما عندهاش المقدرة على الالتزام بيها وساعات بيبقى الأنظمة الغذائية مكلفة يعني واخد بالك يعني لازم تاكل في مواعيد معينة بشكل معين بجرعات معينة وأكل معين. في ناس الموضوع ده مش هيظبط معاها قوي. طيب في ناس لما بنفشل معاها في الأنظمة الغذائية وجسمها غير قابل للإنزال بنقول له توجه إلى تدخل جراحي لعمل حاجة إن أنا نقص وزني ودي عمليات ناجحة وبيجيب نتائج هائلة جدا. يعني ساعات بيجي لي مريض عنده مشكلة انزلاق غضروف كبير جدا وما اقولوش تعالى ما اعمل لك عمليه لا حل مشكله الوزن الاول. لان لما كنا بنعمل عمليه في الوزن الاوفر زياده طب ما هو بعد العمليه يقول لك انا لسه تعبان هو مش هيتقبل ان انا حليت له مشكله ان انا بعدت عنه المشكله بتاعه الايه الضغط على العصب ممكن يعمل ضمور في العصب يعمل اصابه في العصب المضاعفات يعمل تلف في العصب ممكن كان يدخل في شلل في رجليه. مش قصه هو كان ماشي قبل العمليه هو البعد بتاع المضاعفات دي بما انها ما حصلتش فكأنها ما كانتش هتحصل. لا هي كانت هتحصل ولان احنا دايما في العياده او في شغلنا او في المستشفيات بنشوف المريض في كل مراحله. بشوف مريض لسه بادئ الالم معاه النهارده وبشوف مريض تاني بعد منه على طول كان معاه الالم بقاله 10 سنين وبشوف مريض تالت بعد شويه كان عنده المضاعفات بدات تحصل. الصوره بالنسبه لي بتبقى كامله. لما اجي بنصح المريض بتاعي اللي لسه جاي دلوقتي بقول له اوعك تستنى لما نحصل المريض رقم 3 هو مش في دماغه ده بقى خالص ولا فارق معاه هو ده مفروض شويه وجع ويخلصوا. يعني لما تيجي تقول له الغضاريف دي ممكن تؤدي الى انك تقعد على كرسي بعجله او متحركش ازاي يعني ما انا ماشي على رجلي. ما عندناش دايما الرؤيه بتاعه الايه ان في خطر جاي ولازم اتلافاه او احل المشكله. نستنى بقى وقت القضاء يحلها ربنا وقت ما يحصل مشكله اكيد هنلاقي حل وده طبعا مش حقيقي واللي هو بقى فلا الله ولا فلك يا دكتور وما ما تفولش علينا ما تقولش الكلام ده بقى يا دكتور. الجمل يعني الجمل اللي هي يعني جميله وشعبيه وكل حاجه لكن الهدف منها او مقصدها يعني ما مقصدها في الاخر ونتيجه في الاخر كارثيه لانك انت النهارده ساعات بنقول طب ما تيجي ندور ده الكارثه انت بتقابلها في ايه. طب ما تيجي نعمل اشعه نشوف يقول لك طب يا دكتور انت شاكك في ايه. طيب انا شاكك ان ممكن يبقى غضروف. يا دكتور ما تقولش الكلام ده هو في غضروف بيجي وانا خايف وانا مش هعمل اشياء عشان ما يطلعش مش هعمل ويسيبك ويمشي يعني زي ما مش هعمل تحليل سكر يطلع عندي سكر زي ما مش هقيس الضغط يطلع عندي ضغط. لا 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 ده احد الناس غريب جدا ويعني جاي عن طريق واسطه ومعرفه بقى وبتاع وكلام من رجله ما بتتحركش ووصل ان الم رهيب والام عرق النسا والام التهاب في العصب الوركي وبتاع. قلت له طب اعمل اشعه على ظهره. لقيته بيكلمني بقى بعدها يعني زعلان يا دكتور اقول لك رجله تقول لي اعمل لي اشعه على ظهره. ده في ناس لسه كده؟ اه والله العظيم وحد يعني متعلم كويس جدا. قلت له ايوه ما هو العصب بيبقى بتاع الرجل جاي من الظهر. قال لك يا دكتور انا بقول لك رجله انا كنت متخيل انك هتقول لي اعمل له اشعه على رجله. ده راح اللي مش عارف مين قال له بص ولا اشعه ولا غيره محتاجين نعمل كوي. وفعلا راح واتكوى بالنار وبتاع. طب ده جنان ده مشكله ده جنان مش ما هي بقول لك في نوع من فقدان الثقه شويه واخد بالك ونوع الجهل المعرفي. يعني هو برضو بيبقى معذور انه مش عارف بس يعني ده ما يخليهوش ان هو ياخد قرار غلط. طب ما انا اسال دكتور تاني واخد بال حضرتك
يعني انت يعني متشكك في معلومات دكتور رقم واحد اسأل في الدكتور رقم اثنين. لا ولازم الناس يبقى عندها قدر من الثقافة الطبية. وبعدين الاختلاف الطبي وارد يعني الاختلاف الطبي يعني انا احنا كلنا مش هنختلف ان احنا نشخص. لكن ساعات رؤيتنا في العلاج بتختلف. يعني انا مثلا بيجي لي واحد عنده مشاكل صحية متقدمة شوية. سكر مش مظبوط، ضغط مش مظبوط، بياخد علاجات للهشاشة او بياخد علاجات للسيولة وعنده غضروف قد كده. يجي لي اقول له لا مش هعمل لك العملية، يقول لك يا دكتور ما رحت لفلان وقال عملية. هو انتوا هتشقطون البعض؟ هو انت تحدفون البعض؟ بتسمع الكلام ده؟ هو الحقيقة الاثنين صح. يعني ما انت عندك الاثنين الطرفين، واحد اتكلم على المشكلة بتاعتك في الألم وان في الأشعة باين ان في غضروف. التاني اتكلم ان طيب لما اعمل عملية وضغط عالي وسكري عالي وعظمي ضعيف وباخد أدوية سيولة ولو وقفتها ممكن تدخل في مشكلة في القلب وتيجي تقول لي انت اللي وقف، ما انا مش هقدر اعمل لك العمليه وانت بتاخد الادويه دي. اللي بنوقفها بتبقى حالته يعني مستقره. ممكن اوقف له ادويه السيوله مثلا 5 ايام قبل العمليه واعمل له عمليه مفيش مشكله. ولكن في واحد ما ينفعش توقف له ادويه السيوله يوم، ده تاني يوم هيجي له جلطه، سواء انسداد في الشريان في القلب او جلطه في المخ او جلطه في شرايين الرقبه حسب الظروف. بيحصل بيحصل في 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 حالات فالناس بتمسكك على الواحده بقى. بمعنى ايه؟ ان احنا لو احنا الاثنين دكاتره واساتذه متخصصين في نفس الكلام واختلفنا بس في وجهه النظر، يقولك لا ما انت كل واحد انا مش فاهم حاجه، اصل ده قال لي عمليه وده قال لي غضروف وده قال لي عرق النسا. يا سيدي ما الغضروف هو عرق النسا وهي العمليه نوع من الحل. احنا بناخد الناس، ودي هدف يعني تثقيفي شويه اللي احنا بنقوله في البرنامج مثلا بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه. الاول كلمه عرق النسا هي تساوي بدايات الانزلاق الغضروفي، هي مقدمات لحاجه اسمها الانزلاق الفقاري. كل الحاجات دي كلها ماشيه مع بعضها. واخد بال حضرتك؟ انت بقى في انهي مرحله فيها؟ دي على حسب المرحله اللي انت رحت للدكتور وبيشخصك. تسمع كلمه ده انا سنتين لما رحت للدكتور كان بيقول لي دي بدايه عرق نسا. ليه دلوقتي بتقول لي غضروف؟ ايوه ما هو عدى بقى عرق النسا ودخلنا على الانزلاق الغضروف الحقيقي يعني واللي ضغط على العصب. طيب هو ايه الاعراض بتاعه؟ النسا حاجه من او النسا واحده من اشهر المواضيع واشهر المشكلات اللي بتشيك منها ناس كتير في مصر بجد بجد. وهي مشهوره جدا يعني. وبعدين للاسف بقى في ناس فاهمه ان عرق النسا دي حاجه يعني حاجه خاصه بالنسا والستات وبتاع، ولما تيجي تقولها الراجل والله بجد يزعل منك. يعني يعني ايه بتقول لي عرق النسا يا باشا؟ اقول له سيادتك. هتقول له سيادتك كمان؟ قلت له الموضوع اكتر، انت صعبت له الموضوع. سيادتك ايه؟ قول له التهاب في عرق النسا. التهاب في العصب بيقول لك التهاب، امال بيقولوا عرق النسا؟ دخلت انت برضه في مشكله، لان في الاخر يعني انت مش بتقول المعلومة. هو اسمه عرق النسا. النسا لانه بين ينسي الانسان حاله هي من كتر الألم. ايا كان ده مسمى عربي يعني هنسميه بقى عرق النسا، عرق الخشب، اي حاجه. المهم في الاخر انا عندي مشكله. طيب المشكله لما نروح للدكتور لازم يشخص. التشخيص بيجي من 3 حاجات، حاجه اسمها الاعراض اللي هي الشكوى، ثم الاعراض، ثم الابحاث. اقدر اشخص اللي هي اقدر اسمع الكومبلين بتاع العيان بتاعي ده، انا شكوتي كذا كذا كذا، ده الرجل اليمين ويسمع في الفخذ في الهنش من ورا ينزل على رجليا ويضرب في صوابع رجلي. لا ده الرجلتين بيوجعوني، لا ده بيسمع هنا وبيحزمني، لا ده بيجي من رقبتي بكتافي وبيعمل لي زي الحزام وبيقفل نفسي، ده بيعمل لي دوخه او دوار. كل عرض من دول بيؤدي الجزء في الخطوه الثانيه بقى اللي هو ايه؟ التشخيص بتاعي. اشخص بعد ما افحص المريض بتاعي واشوف القوه العضليه والاستجابه العصبيه، واطلب بعد شويه شويه ابحاث. انا محتاج اشعه عاديه، اشعه مقطعيه، اشعه رنين مغناطيسي، رسم اعصاب، رسم عضلات. يبان لي عملت اشعه رنين مغناطيسي، يبان لي منظر زي اللي قدامنا ده اللي عليه السهم الاحمر ده. واخد بالك؟ هو ده بيقول لك انا لسه الالم ده جاي لي بقالي اسبوعين. ابص على الاشعه دي اقول له لا ده انت مشكله العمود الفقري بقالك 5 6 سنين. الغضروف خارج بره وحصل بدا يحصل تاكل في جسم الفقره، وفي غضروف تاني فوقيه وغضروف تالت فوقيه، مع ضيق في القناه العصبيه، مع ضغط على العصب والحبل الشوكي. طب الكلام ده ما بيحصلش في يوم وليله. يقول لك ايوه ما انا لسه الالام جايه لي، ويحرف ميت يمين ده انا بقالي شهر. اوكي ترجع بقى في لما ترجع، طب كان زمان بيجي لك؟ ايوه ده من 10 سنين كان بيجي لي وجع وكان بيروح بشويه مسكنات. اوكي احنا بنحترم الشكوى جدا. النهارده النتيجه ايه؟ ان انا عندي ضغط على العصب وفي اختناق في القناه العصبيه. انت بتخرج من عند الدكتور طالب الحل،
انت كل كلمه التشخيص والكلام ده كله لا تعني المريض كتير، يعني هو عايز حل. ودايما المريض يعني لو هو برضو يعني لسه في بدايته كده مش فاهم الموضوع كويس بيدور على الحلول السهله، هو عايز يعمل حاجه معينه يخف بعد يوم اتنين، هو بيديك فرصه يوم اتنين تلاته تحلله مشكلته. وده مش وارد بقى لما يبقى المشكله بقالها سنين، ما العلاج هياخد شهور على الاقل، اخد بال حضرتك. وساعات ما بنقدرش نوصل لعلاج دوائي، ساعات نحتاج تدخل جراحي. يعني لما تلاقي هنا اهو غضروف اتنين تلاته اربعه خمسه، خمس غضاريف في العمود الفقري، وضغطين على العصب، وضغطين على الضفيره العصبيه اللي تحت اللي هي منطقه ما يسمى ديل الحصان بتاعه الكدع كوينا بتاعتنا. وبدا المريض يشتكي بقى كمان بقى، شوف غير الالم غير التنميل، لا في صعوبه في الحركه، بجرجر في رجليا، بجر في رجليا، رجليا كان فيها شوار رمل بحركه. لا ده اللي بعد كده بقى، ده البول بدا يبقى فيه صعوبه، ده انا البول بيسيب مني، ده انا مش قادر اتحكم في الاخراج بتاعي، واخد بال حضرتك. الاعراض دي كلها لما نيجي نبص عليها ونربطها بقى بالموضوع نبدا نشوف السيفيريتي بقى وشده المرض بتاعه الالم، واخد بال حضرتك. لما نلاقي بقى في ضيق واختناق شديد جدا وضغط على العصب وغضروف منفجر او فقرات تآكل الغضروف بدات تتحرك وتسيب، يبقى هنا الحلول دايما حلول جراحيه اذا امكن. واذا امكن دي مهمه جدا. ليه؟ ممكن يبقى المريض له حل جراحي بس ما ينفعش اعمله له. يعني مريض لما يبقى عنده هشاشه متقدمه، او واحده ست عندها هشاشه متقدمه، او وزن زياده جدا، يعني بعد ما صلح العمود الفقري العمود الفقري برضه هيفشل انه يتحمله. ما انا ما تعملش ده بقى. يعني للاسف في بعض الدكاتره بيبقى مندفع يعمل عمليه، واخد بال حضرتك، هي عمليه صح بس هي الحسبه، بص للعيان بتاعك بعد كده، هل العيان ده هيبقى من النوع الطيع الجميل السهل اللي هو هيسمع كلامك خس هتخس، ولا والسيتويشن بتاعه الوضعيه الفسيولوجيه بتاعته هل تستفيد من هذه العمليه استفاده كامله، جميل. ولا جسمه بيولوجيا في خلالات اخرى تمنع الاستفاده الكامله، عندك بقى هشاشه متقدمه بالظبط، او عندك سكر غير منضبط، تعمل السكر تراكمي تلاقيه 9 و10 و11 و12 هيحصل التهابات عنيفه، هيحصل التهابات والجسم مش هيتقبل العمليه، لازم نظبط الهشاشه ويحصل بعد شويه تليفات ويحصل مش عارف ايه. يعني احنا مش الموضوع مش كلمه ونص، يعني ما بيتحلش في راي واحد، لا ده الموضوع بيبقى له جوانب كتيره جدا، والجوانب دي لما نقعد نجمعها مع بعض هنلاقي. يعني بص في الاشعه دي، ده مريض جاي بيشتكي من عنده صعوبه في الحركه، القعده بتتعبه والوقفه اكتر حاجه بتتعبه لما يجي يوطي ويصلي. عملنا الاشعه لقينا الفقره الرابعه والخامسه الغضروف متاكل تماما، وحصل ده اسمه انزلاق فقاري، يعني مش الانزلاق ده اصعب بقى من الانزلاق الغضروفي، انزلاق فقاري يعني الفقره اتحركت وسايبه خالص في ظهره. يقول لك حتى انا بسمع بالطقطقه بتاعتها وانا بتحرك، انا بسمع لما باجي وما يريحوش لما انام على ظهري. طب القعده بتريحك؟ لا ما بتريحنيش. الوقفه بموت من الوقفه لو وقفت اكتر من ربع ساعه. وتسمع هذه الشكوى من سيدات البيت بقى، ست البيت تقول لك انا مجرد ما بقف في المطبخ اغسل شويه اطباق او اطبخ ولا اعمل حاجه غصب عني لازم اجري عشان اقعد او افرد ظهري. ليه؟ الفقره مع الوزن تبدا تنزلق للامام، لان هي وضع الفقره في الطبيعي ربنا خلقها مع وضع الحوض وزاويه الانكلينيشن والميل بتاع الحوض، انها ساقطه هي عايزه تقع. الفقر اللي ماسكها الاربطه والمفاصل بتاعه العمود الفقري. طيب لو هي المفاصل دي تاكلت او حصل فيها شرخ او تاكل الغضروف، ما هي اوتوماتيك هتبدا تسحب على تحت. لما بتقع بثقه للفقره هتبقى الشد على ايه؟ على العصب اللي خارج وعلى العضله والاربطه اللي في الخلف. تلاقي دايما الشكوى هنا، لان شكوى المريض بتبقى في واحدة ساعات اقوى من التانية شوية. لو شكوى الرجل اكتر من شكوى الظهر يبقى انا بتكلم على غضروف وعصب. لو شكوى الظهر اكتر من شكوى الرجل يبقى بتكلم على ثبات العمود الفقري. يعني دايما اول ما المريض يقول لي بص انا مشكلتي كلها في ظهري، تعرف ان في تزحزح فقري، يبقى الفقرة هنا مشروخة منقولة متآكلة، حصل هذا الكلام. طيب دايما كلمة تزحزح فقاري تساوي كلمة تانية اسمها تثبيت فقرات. تثبيت الفقرات دي له طرق كتيرة جدا، بس هي الفكرة بتاعتها انك بتعمل حاجة تقوي العمود الفقري، اربط الفقرات ببعضها، فقرة في التانية، ثلاث فقرات في بعض، خمس فقرات مع بعض، بحيث ان انا ايه امسك العمود الفقري. طيب الحركة بقى بتاعت العمود الفقري، في تثبيت ما ينفعش بعدها اتحرك، وفي تثبيت هبدا ممكن يديني مجال للحركه، واخد بال حضرتك، بس في الاول وفي الاخر كله
هو ايه؟ تثبيت فقرات. طب في ناس بتدخل بقى في حسبه كبيره جدا، هو التثبيت ده يعني ايه؟ طب ما في كان في زمان حاجه اسمها شرايح والمسامير، النهارده بقى في تطور، بقى في حاجه اسمها الدعامات والمسامير اللي هي لها رؤوس متحركه وبتاع، تدي مجال حتى في ضبطه العمليه وانا شغال اقدر اظبط الزوايا بتاعتي كويس بتاعت العمود الفقري عشان اريح العصب. الكلام ده كده مهم. الناس فاهمه انك في العمليه انت هتركب لهم رمان بلي بقى، يعني واخد بالك ان يرجع. في ناس بعد العمليه بنعمل عمليه زي كده وتثبيت للعيبه بيلعبوا كوره، رياضيين بيمارسوا حياتهم، ناس بتشتغل، واحد بيسوق عربيه، عمليه ده اسمه تثبيت فقرات. واخد بال حضرتك؟ التكنولوجي حلت مشاكل كتيره جدا. الجراحه النهارده ما عندناش بنستخدم جراحات عاديه، اسمها معظمها جراحات يا اما جراحات تداخليه محدوده او جراحات بالمناظير او جراحات بالميكروسكوب الجراحي. بتتوقف على لو انا بشتغل على فقره والثانيه انا ممكن اعملها بالمناظير. طيب لما يبقوا ثلاث اربع فقرات والفقرات سايبه ومحتاجه ادخل من هنا ومن هنا ومن هنا، لو عملت مناظير ممكن اعمل 8 فتحات 10 فتحات 15 فتحات، كل فتحه سنتي ونص. ها ما في حل تاني، ساعات نعمل جراحه ميكروسكوبيه بفتحه واحده في النص كده اعرف اوصل للناحيتين، لكن مناظير ما اجيبش الناحيتين مع بعض. واخد بال حضرتك؟ وهنا بيتم عمليه التثبيت. والتثبيت هي النهارده الحقيقه بقى، يعني ده من الواقع اللي هو الموجود دلوقتي، بقى لنا اكتر من 10 سنين او 15 سنه في العالم كله، ما فيش حاجه اسمها ان انا بستأصل الغضروف فقط. استأصل الغضروف فقط بعد شويه المشاكل جايه، ليه؟ الناس بتتحرك وبتشتغل وبتمشي والعمود الفقري ما عادش بالقوه والقوه العضليه بقت ضعيفه او الوزن زياده. فلو انا سبت العمود الفقري من غير ما اعمل له حاجه تثبته، شايف اللي موجود دلوقتي ده ما بين الفقرات ده بنسميه قفص، واخد بال حضرتك؟ بيسموه بنانا كيج، عامل زي الموزه كده يدخل ما بين الفقرات وبعضها بحيث ان هو يعمل ايه؟ ده دايما الفقرات على حاله البعد اللي كانت لازم ابعد الفقرات عن بعض، لانها لو طبقت على بعض انا عندي مشكله بتقفل على العصب، لان مخرج العصب من ورا الفقره. نمره واحد ده بنسميه كده باللغه الانجليزيه سبيسر، مبعد او بيدي مسافه، اللي بيخلق المسافه. السبيسر ده مهم جدا ان انا احافظ على ده ممكن نعمله او ما نعملوش، ممكن استعيض عنه ان انا لما بثبت التثبيت اللي هو الخلفي من ورا اللي هي المسامير وبتاع، وفي نفس الوقت بيحصل نوع من الالتئام، لان احنا بنستعيض عن السبيسر ده في بعض الحالات، واخد بال حضرتك؟ لان ده برضه له مشاكله. يعني كان في وقت من الاوقات كان طالع كده زي طفره كده في الشغل، طلع له مشاكل، واخد بال حضرتك؟ يعني حتى الناس كان دايما يقول لك ده بيركب من البطن من قدام ولا بيركب من ورا، كانت قصه كبيره كده. وفي عمليات يعني كان فيه، انت عارف كويس ان الطب ساعات بيبقى فيه زي موضه كده وبتبقى نوع من التجارب، يعني بنجرب ان احنا نعمل العمليه دي اكتر مثلا من البطن بالامام بالمناظير، ودي كانت المانيا من الجراحات المتقدمه جدا هناك، بس ده عمليه كبيره انك تدخل من البطن علشان وما تقدرش تشيل الضغط اللي ورا والخلف، فكان يعمل ده من قدام ويرجع بعد شويه يفتح من ورا تاني، واخد بال حضرتك؟ مشكله السبيسرز ده انه كان ممكن يتحرك ويضغط على العصب وممكن يقطع العصب، وحصلت في حالات كتيره جدا. عشان كده هم دلوقتي هناك ما عادوش بيعملوه، يعني هناك ما عادوش بقى بيستعيدوا عن ده بحاجات تانية، واخد بال حضرتك؟ لسه بيستخدم في بعض المراكز بيستخدم، وطوروا بقى الحاجات تانية، بدل ما هو يبقى عامل زي البنانة كده بدا يبقى عامل زي القرص، ان انا املى الفراغ ده كله بحاجه زي القرص وتثبت كمان بشرايح مسامير من الامام ومن الاجناب عشان ما تتحركش وتقطع العصب. بقى عمليه كبيره، لان انا من الامام انا عندي مشكلتين، عندي مشكله الشريان الاورطه قدامي، واول ما يجي ينزل على الحوض بيتفرع على الشريان اللي بتغذي الرجلين كله من تحت، مش كده؟ طيب وجنبي بقى الاخطر منه الانفيروفينا كيفا اللي هو الوريد، جبتين خطرين ده اخطر. لا الشريان لو قوي. انت في عمليه والشريان اتقطع تقدر تخيطه، لكن لان في مصل الوول بتاعه ماسكولر ويعمل سبازم معاك وتقدر تجيبه، لكن الوريد لما تيجي تاخد فيه غرزه بيهرب، ده بيفتح يوسع. وده حصلت بقى وفيات كتيره جدا من هذه العمليات، انك الوريد حصل فيه اصابه. تعالى الاسئله السريعه بقى نشوف كام سؤال سريع اجابات سريعه. الافراط في تناول في كريمات التسكين يسبب التهاب العمود الفقري. السؤال في حته يعني برضو مش واضحه. هي يعني ايه كريمات تسكين؟ يعني كريمات تسكين دي تلاقي في جزء منها علاجي، يعني في ادويه على شكل كريمات دي من الصفحه عشان بقى ساعات بتقلل الاحساس بالالم عن طريق الجلد،
زي الفكره بتاعت انك بتغير مسار الالم او توجد دوائر تانية للالم دي بتشد الالم الى هنا يعني واخد بال حضرتك. لكن في حاجات كارثه بقى تانية لما تيجي تقول ان منتج بيتباع في التلفزيون وعلى قناه من القنوات ده دهن النعام على دهن الفراخ البلدي على مش عارف ايه وبارقام فلكيه وعلشان تخف تاخد كورسات ويطلع لك واحد يعني عالم ما الناس بتصدق او ده نصب بقى من النوع يجي لك واحد يقول لك والله ده انا ما كنتش بعرف اصلي من ساعه ما استخدمت الانبوبه دي يا ويطلع لك بالانبوبه هي هو هي هي تمثيليه عارفينها يعني هم يعني ايه السيناريو ده بقى مفهوم للاسف نجيب البتاع ونجيب ناس غلابه نديهم كل واحد 200 ولا 300 ولا 400 جنيه أيوه. معرفش التسعيره كام دلوقتي ويطلع يعمل الكلمتين دول جميل جدا ويحلف بالله ويقسم بالله انه ما كان بيعرف يتحرك قبل كده المشكله بقى في ايه ان في ناس كتيره جدا بتصدق هذا الكلام وتجري وراه ما هي بص احنا بنسمع كتير جدا عن حوادث نصب كتيره جدا ده نصب ودايما النصاب ها له زبون معين بيبقى طماع هو عايز يخف بانبوبه دهنها دعك مصباح علاء الدين طلع له العفريت وخففه ده مش بيحصل ضيف العزيز القمة الأمية الكبير أستاذ الدكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحات المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق والغضروف الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة وجودك معنا دائما شرف كبير لينا شرف لي يا دكتور عمر نورت لك تسلم تسلم خليكوا دائما مع الدكتور أهلا بكم أهم وأشهر يعني مش هقول أهم لكن هي أشهر مشهور في الإنجاب هي قناة فلوب ليه أشهر مشهور؟ لأن حتى الدراما لما بيكتيجي ويكتبوا عايزين يطلعوا واحدة عندها مشكلة في الدراما في المسلسلات عندها مشكلة في الإنجاب إنها تروح قايلة جملة أنا عندي مشكلة في الأنابيب حتى كان زمان من سنين طويلة كانت الست يتقال لها أنت عندك مشكلة في الأنابيب وهذه المشكلة تمنع الحمل لكن بيبقى في أسئلة كتيرة جدا تدور حول قنوات فالوب قنوات فالوب كيف نتعامل مع مشاكلها إذا حدث التهاب ورشح فيها كيف نتعامل معها وهل ثقافة الناس كاملة في التعامل مع الأنابيب وفاهمين كيف نشخص مشاكل الأنابيب ونتعامل معها سواء بحمل طبيعي أو إعطاء فرصة بحمل طبيعي والعلاج وحقن مجاري هل يمكن تسليك الأنابيب أساسا؟ وهل كلمة تسليك الأنابيب دي موجودة بشكل حقيقي ومقنع في نتائجها في طب علاج تأخر الإنجاب؟ أسئلة كتيرة تدور حول الأنابيب وخصوصا طبعا الأنابيب مرتبطة بأمراض باطنية شهيرة زي تي بي الضرن مثلا ما هو الضرن بيأثر على الأنابيب بيحب الأنابيب والضرن ده مرض مشهور قوي في البطنة في الصدرية تعالوا بقى نبحر في الفهم لهذه الجزئية الدقيقة للغاية لأن الأنابيب على فكرة دقتها تبلغ دقة الشعرة هي شيء رفيع جدا معجز للغاية تعالوا نرحب بضيف العزيز الاسم الكبير بشكل يعني مثير للإعجاب ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله استشاري تأخر إنجاب الحقل المجهري ورئيس مجلس إدارة والمؤسس لمستشفى دار الطب لتأخر إنجاب الحقل المجهري ميجستار هذا المجال أهلا بك يا دكتور أحمد إزيك أنا متشوق أن أعرف رؤيتك أنا هقول الأسئلة بشكل عام أنا بفلوب طبعا الكلاسيكيات اللي تدور حولها من ناحيه التشريح ووظيفتها والى اخره لكن اللي انا متشوق له ما يصار كذبا في التعامل مع انابيب فالوب اذا كان هناك ما يصار كذبا حول انابيب فالوب والحقائق الواقعيه نتيجه من التعاملات مع انابيب فالوب بالربط او بتسليك اذا كان في تسليك ليها الافكار اللي بتحيط عليها طيب اولا بس انا يعني تذكرت ان انا نمره واحد اشكرك لأن أنا أول مرة من أكتر من 10 سنين ألاقي 2 من الناس اللي أنا بحترمهم جدا بعتين لي رسائل الساعة 5 و6 الصبح بيقولوا لي إحنا شفناك في التلفزيون فأنا قلت ما شاء الله ده لسه التلفزيون في حد بيتفرج عليه وبيفتح عشان يسمع طب لأنه طبعا أنت عارف أنه خد فترة من الهزلية كده البرامج الطبية يعني أنا من الواضح أنه هنا حتى الناس اللي أنا بعتولي دول في أواخر الستينات من العمر وليسوا قرايب هم أصدقاء وبيمدحوا قوي في البرنامج فأنا أحييك ده يعني ده اللي بشكرك وفعلا دي حقيقة أنا استغرب وبعدين جم في يومين ورا بعض قلت إيه ده ما شاء الله ده يعني أنا بص بيه
قناه فلو اعتز بيها قناه لا لا حاجه جميله قناه فلو زمان لما كنا بنتكلم في التليفون كنا بننبهر جدا بالتليفون الاسود ده اللي كان نزل منه احمر بعد كده اللي هم كان يقال في ذلك الوقت زي تليفون العمده صح كده؟ اه طبعا. وبعدين بعد شويه الشركه المصريه للاتصالات نزلت واحد رمادي كده وبقى فيه زراير. ساعتها اتجننا في دماغنا قلنا يا نهار اسود ابو زراير البتاع اللي احنا بنعمله ده بقى زراير. وبعدين بعد شويه احنا لسه ما وصلناش بقى فيه تليفون اللي هو الكبير ده الباناسونيك وليه اريال طويل كده تقوم رافع الاريال وتمسك التليفون وتقعد تتكلم فيه وبعدين ايه بقى له السلك بقى تاخده كده تقعد على الكنبه واخد بالك ويجي اخوك الصغير ولا اخوك الكبير يقعد جنبك وانت بتتكلم في التليفون في حاجه بالنسبه يا نهار ابيض التليفون ما بقاش بسلك. وبعدين بعد شويه بقينا بنشوف وزراء ماشيين في عربيات سوداء وفي اريال طويله جدا زي من هنا للسقف ويقول لك العربيه دي فيها تليفون فقلنا ايه ده ايه ده 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 في تليفون ها جوه العربيه اكلمه في العربيه رغم انه في الاربعينات والخمسينات ما كانش في اصلا دول كلهم وكان اللي بيحب ينزل يتكلم كان بيتكلم من تليفون العمده بقال. لا ما فيش بقال تليفون العمله او يروح السنترال السنترال وبعدين لما نزلوا التليفون المحمول اللي بقى في كل حته دلوقتي وقفنا في السنترال بتاع المازة والسنترال بتاع احمد عرابي يوم كامل عشان في الاخر نشتري شريحه كنا بندفع فيها 5000 جنيه واخد بالك عشان ناخد خط تليفون وبعدين بعد شويه وكنا نشتري التليفون من دول وما نبقاش مصدقين نفسنا سيبك من اسعار التليفونات دلوقتي وكنا نشتري تليفون لما كان تليفون البيت ثمنه 100 جنيه كان التليفون المحمول ثمنه كذا 1000 جنيه اول ما نزل وبعدين نزل بقى ب 100 جنيه تليفون المحمول وبعدين بعد شويه بقيت وانت قاعد في البيت يبعتوا لك ورقه تمضي على شويه عقود وتمسك خط والخط مميز ويدوك معاه تليفون هديه صح كده هي دي رحله تكنولوجيا الاتصالات وبعدين دلوقتي بقى 4G و5G ومش عارف ايه وانت قاعد في امريكا تشوف صاحبك اللي بيكلمك في مصر او في اي حته في الدنيا and ما حدث من تكنولوجيا في او ما حدث من تطور في قناه فلو قناة فلوب كانت تشخص في يوم من الأيام في عند قدماء المصريين وهم أول من شخص قناة فلوب بأن هم كانوا بيحطوا قطنة محروقة مش محروقة يعني مولعة ريحتها ريحة حريق جوه المهبل بتاع المرأة وكانوا بيتخيلوا أن الست دي هذه الريحة اللي بتطلع من حرق حاجة زي الريحة بتاعت الحرق اللي احنا بنشمها في الجو هتمشي عن طريق الرحم ثم الانابيب وبعد كده هو نهاية طبعا لانه الاغشيه البريتونيه الداخليه تمتصها. ممكن تمتصها فهي لما ريحه بقها تبقى فيها ريحه حرق يبقى ده معناه ان هذه السيده عندها قناه فلوب سالكه شوف قد ايه هم بداوا من الاف السنين والطب توقف عند هذا الحد لحد من عشرات السنين في منتصف القرن الماضي او زي ما يكون وبدا يبقى فيه الاشعه الاشعه بتاعت الصدر زيها زي اشعه البطن زي اشعه العظام بقى في حاجه اسمها اشعه بالصبغه انا مش عارف امتى الاشعه بالصبغه دخلت الطب ولكن الاشعه بالصبغه هي من الفحوصات اللي لا زالت موجوده حتى هذه اللحظه ولا غنى عنها والإشعة بالصبغة دي هي متمثلة في أن الرحم ده الصورة اللي باينة عند حضرتك دي بيتحقن مادة معينة المادة دي في الأربعينات والخمسينات والستينات وأوائل السبعينات كانت مادة زيتية فكانت بتتحقن على يومين عشان أنت تحقن الزيت دور ويبدأ هو يمشي عشان لحد لما يوصل داخل تجويف الرحم ثم قنوات فلوب وبعدين بعد شويه هذه الاشعه الزيتيه اتقلبت لاشعه مائيه ولكن هو في الاخر ماده هذه الماده تظهر في الفيلم بتاع الاكس راي يبقى هذه الماده هتظهر في الفيلم بتاع الاكس راي هتعمل ايه؟ هتدخل جوه تجويف الرحم وهتدخل جوه المنظر ده وهتدخل جوه قنوات فلوب
ثم تخرج بعد كده هو من قناة فالوب عشان تعوم في الحوض اللي هو ما هو حوالين قناة فالوب. في الأول كان الطب يفرح قوي بأنه هو يشوف الأنبوبة ويشوف الصبغة خرجت بره الأنبوبة ويسميها الفلافي كوتن أبيرن، زي لما بنفتح المخدة ويضربوا المخدة الناس اللي هم كانوا بيجوا ينجدوا ويغيروا لك بالظبط ويشوفوا الأذن القطن بزغب كده بالظبط، فهو ده اللي اسمه الفلافي كوتن أبيرنس. وبعدين بعد شوية بدأ يدخل في الطب تطور علمي معين اللي هي الموجات الصوتية، وجت الطفرة الرهيبة في السبعينات بتاعت منظار البطن. طبعا خلينا نرجع بس ثانية في الستينات أو الخمسينات، لو أنا كنت عملت شعب الصبغة ولقيت قناة فالوب مسدودة، أو لقيت قناة فالوب ما بتعديش الصبغة يعني، أو لقيت قناة فالوب منفوخة أو منتفخة أو متضخمة، في الوقت دون كانوا بيفتحوا البطن عشان يعملوا عملية تسليك اللي هو المنظر البتاع اللي انتوا جايبينها دي، الصورة اللي هي بتاعت الآلة اللي بتحاول انها تدخل جوه قناة فالوب. طبعا ده افتراض وهمي على فكرة، لان دي الآلة هي مش يعني وجودها في الطب دخلت وخرجت، وحاول حضرتك ليه اللي هو السلك الرفيع ده اللي بيعدي جوه قناة فالوب عشان يخرج من الفتحة الأهم لقناة فالوب. هي قناة فالوب دي عبارة عن ايه؟ هي سر من سرين لا زالوا حتى هذه اللحظة لم يزدل ولن يزدل الستار عليهم في جسم البني آدم، لأن في اللحظة اللي احنا قاعدين فيها دي سنة 2023 منذ أكثر من 10 سنوات وزيادة، هناك ما يسمى أسطرة الأوعية الدموية للمخ صح؟ وهناك أسطرة الأوعية الدموية للقلب طبعا من سنين، وهناك أسطرة أوعية دموية للأوعية الدموية الطرفية صح؟ و ما سمعناش عن أسطرة لقناة فالوب، وما سمعناش عن أسطرة للحبل المنوي، وما سمعناش عن دعامة لقناة فالوب، وما سمعناش عن دعامة للحبل المنوي، رغم ان احنا عندنا دعامات للقنوات المرارية مثلا، والقناة المرارية كبيرة انما في أوعية دموية في القلب رفعة جدا، وفي دعامات ليه ماشي، وفي دعامات للمخ شرايين المخ شرايين صغيرة جدا فده معناه. وبعدين ما تحاولش تقنعني انه الطب، انا بتكلم على الطب البحثي اللي في الدول شديدة التقدم، معرفش انه هو يعمل دعامة يحطها جوه الأنبوبة، وكمان وراهم شركات ومصانع واندستري هتكسب ملايين لو نجح. يبقى ده معناه ان هم مشوا في الرحلة دي وحاولوا ان هم يعملوا ده حتى في نطاق البحث العلمي وفشلوا. ليه؟ لان ده المكان الوحيد اللي لن يراه الجنس البشري اللي هو داخل قناة فالوب. ليه؟ لان هو ده المكان اللي بتتخلق فيه البشرية، كلنا اتخلقنا في الثمانية سنتي دول كلنا لما قناة فالوب اتخلقنا، ما عدا العيال اللي اتولدت باطفال انابيب كلنا المليارات اللي عايشة والمليارات بل مئات المليارات اللي ماتت هم كلهم اتخلقوا جوه الثمانية سنتي دول، دي الحضانة بتاعت الجنس البشري، دي المكان اللي بيتقابل فيه البويضة والحيوان المنوي. ما هو لحد النهاردة مفيش بحث علمي بيقولك كم من الحيوانات المنوية مفترض أن يكون ملاصق لي البويضة عشان داخل قناة فالوب لإحداث حمل طبيعي، حد عنده بحث ده؟ كم من الحيوانات المنوية يكون هناك بحركة معينة يعني بخواص معينة تؤهله إلى دخول جوه البويضة؟ كم من المناظير اتعمل في الخمسين سنة اللي فاتوا؟ كم صورة حضرتك شفتها شفت فيها البويضة وهي تخرج من السطح اللي هو المنظر الله ينور عليكم وهي تخرج من السطح الخارجي للبويضة للمبيض؟ ولا واحدة هي كلها انيميشن، دي كلها انيميشن، هي واحدة او اتنين اتصوروا صدفة عن طريق واحد ولا اتنين من العلماء، واحد منهم اسمه نازهت من امريكا الاتنين دول يعني هم اتنين او هم اتنين بس اللي صوروا بيضة وهي بتخرج من على سطح بالصدفة تمام. مع التقدم اللي وصلنا له
خرجنا بره نطاق ان احنا نفتح البطن ونقعد نسلك الانابيب الى ما هو بعد ذلك اللي هو عصر المنظار. طبعا اي جديد في الطب لابد ان يكون الطبيب بصفه عامه والطب بصفه عامه ومصنعي الاجهزه الطبيه ومطوري الفكره بيحاولوا ان هم يوصلوا بيه فالمنظار مشي في رحله طويله في محاوله لفك الالتصاقات وتسليك الانابيب و و و ودخل الطب ما يسمى الفالوباسكوبي اللي هو المنظار بتاع الانبوبه وخرج من الطب المنظار بتاع الانبوبه ده خالص وظل منظار البطن هو الموجود ومحاوله تسليك الانابيب و و و لحد لما طلع في اواخر السبعينات اوائل الثمانينات ما يسمى الوسائل المساعده للانجاب اللي هي خدت رحله برضو طويله شويه ها لحد لما وصلت الى ما هي عليه حاليا ان اتبعت في النطاق السليم هو ليه بقى المنظار اقل في زي ما بيقولوا الشهره مقارنه بالحقن المجهري؟ لو لحد النهارده لو احنا هنقف انا وانت في طابور في سنترال الماظة او سنترال احمد عرابي عشان نشتري تليفون وهناخد يوم عدد مستخدمي التليفونات سوف يكون قليل جدا. ليه؟ واحنا عندنا وقت للكلام ده؟ احنا بنجري على اكل عيالنا. صح؟ فنفس الكلام بالنسبه للمنظار والحقن المجهري. هو ما يميز الحقن المجهري دلوقتي مش ان انا بحب الحقن المجهري ومش ده شغلانتي، سرعه الانجاز، هو سرعه الانجاز ونسبه الحمل. فاصبح حاليا المنظار بتاع البطن هو نعم اداه من الادوات التي تستخدم ولكن له الكرايتيريا بتاعته. يعني انا النهارده واحده ست عندها مثلا داء بطانه مهاجره والتصاقات شديده واكياس على المبيض وانتفاخ او التهاب في الانبوبه وانا عايز اعمل لها حقن مجهري، ابقى راجل مجرم لو دخلتها تعمل حقن مجهري من غير ما اكون ازلت بعض من هذه المشاكل العضويه اللي موجوده في جسمها، والا فرصه الحمل ممكن تكون قليله. قد يكون هناك بدائل للمنظار زي ربط الانابيب، زي سد الانابيب من داخل تجويف الرحم، بس احنا مش هينفع ان احنا نتحدث كثيرا بس في الموضوع ده. ولكن هو في الاخر ما هو اللي بقى بيتقل الميزان بتاع الوسائل المساعدة للإنجاب مقارنة بالمنظار هو الإسراع في الإجراء، أقل مجهود، قد يكون أقل تكلفة، وأعلى كثيرا من نسب الحمل. وأعلى كثيرا في نسب الحمل، في تحقيق نسبة، في تحقيق نسبة الحمل. ليه؟ لأنه في مدرسة بتقول أنه داخل قناة فالوب ما هو موجود من توصيف تشريحي لا يعالج في حال تلف الأنبوبة الكلي أو الجزئي. يعني اللي بيتحرق جلده ما بيقعدوش يصنفروا جلده عشان يرجع سليم، بيرقعوا جلده. صح كده؟ يشيلوا حتة كده ويقوموا حاطين جلد تاني. مفيش حد ينفع يرقع قناة فالوب من جوه. فلو افترضنا إنه قناة فالوب من جوه الأنسجة بتاعتها هي أكثر دقة ومور فراجايل، يعني أكثر رقة من الجلد، فلا يجوز أنك أنت ترقع الأنسجة بتاعت قناة فالوب من الداخل، وبالتالي أصبح تسليك. كل ما أنت ممكن تسلكها، بس التسليك ده هو تسليك، لا تسليك ده لو هي في التصاقات حواليها من بره. بس لو أنت هتدخل اللي هي الآلة اللي اتصنعت في يوم من الأيام، الفرنساويين هم اللي عملوا البتاع دي، وتبقى عايز تدخل جوه الأنبوبة، أظن إنه لو في 100,000 دكتور بيعملوا في مجال أمراض النساء أو المناظير لن يتعدى 1 أو 2 اللي يستخدموا هذه الآلة حاليا، اللي هي إن احنا ندخل عشان نحاول إن احنا نسلك قناة فالوب من الداخل. الـ1 أو 2 دول اللي بيستخدموها تقصد انها لم تعد ناجحة؟ يعني الـ1 أو 2 دول لسه متشعبطين في الامل؟ لا بص يا فندم، مفيش حاجة اسمها متشعبطين في الامل. هو انا راجل النهاردة متعود ان انا بعمل حاجة معينة. قد اكون انا مقتنع الطب الصيني في حاجة اسمها التراسونيك ويفز، هم مقتنعين لحد دلوقتي ان انا بحط
ذبذبات على الرحم او الجهاز التناسلي من الخارج، والذبذبات دي اسمه ايه ده، بتفك الالتصاقات وبتسلك الانابيب. هتقول لي انت اتجننت، مين اللي قالك الكلام؟ الكلام ده موجود وفي دول متقدمه. بلاش، في حاجه اسمها الطب الصيني. طب الطب الصيني ده بيعمل ايه؟ يقوموا قاعدين الست كده عريانه على سرير، ويقوموا جايبين حاجه زي السبرتو، ويقوموا حاطينه على جسمها، ويقوموا جايبين فوط، ويقوموا مولعين النار، فكانك بتولع في جسم الست. هما بيعملوا ده ليه؟ بيعملوا ده عشان يزودوا من حراره الجسم، فديا قد تكون بتزود تدفق الدم لقنوات فالوب، وتزود تدفق الدم للمبيض، فتزود من زي بالظبط لما واحد يبقى صباعه مدوح. يعني انا بقالي كذا يوم قاعد بعيط لان صباعي مدوح، كل شويه احطه في ميه دافيه وبعدين الاقيه يتخن كده ويزنهر، وبعدين اقعد اعيط بعد كده. هي الفكره في ايه؟ ماشي، هو فعليا ايه اللي حصل؟ هو في دم وصل كتير، وبعدين بعد شويه رجعنا زي ما احنا، ولكن هم مقتنعين او معتقدين ان ده جزء من الوسائل اللي ممكن تسهل بيها انه الانبوبه زي ما بيقولوا. هي الانبوبه على فكره عامله زي الصلصال في رايي انا، وهي الانبوبه للستات بقى اللي هم عندهم انسداد في قناه فالوب واحده والقناه الثانيه سليمه. 99% من المجتمع المصري بيتخيل كطبيب ومريض ان انا لما ادي ادويه عشان انشط المبيض فانا بعمل كده بقصد انه يطلع من المبيض اللي في ناحيه الانبوبه السليمه بويضات، فالست دي فرصها تبقى بتحمل اعلى، لانه التبويض بيحصل مره من شهر ومره من شهر، والكلام الفاضي ده، الكلام ده كلام فاضي. لانه تاني الانابيب عامله زي الصلصال، والصلصال انت لو مسكته تبقى تعمل يعني، فهي الانابيب عامله زي الصلصال سيبه. البويضه اللي في الناحيه الشمال ممكن تطلع بويضه، المبيض اللي في الناحيه الشمال ممكن يطلع بويضه تدخل في الانبوبه اليمين والعكس الصحيح. فحاليا ما هو متبع في الطب هو ان كان هناك اعاقه جزئيه او كليه في قناه فالوب، وعدى من سنه ونص لسنتين دون حدوث حمل، او عدى اكثر من 6 شهور بعد عمل منظار ان كان المنظار قد اقترح واتعمل، فالعلاج هو الوسائل المساعده للانجاب. هيظل حاجه واحده بس معلقه في هذا الشان، وهو التهاب او انتفاخ قناه فالوب، لانه كثير من الاطباء اللي بيعملوا في مجال تاخر الانجاب بقوا حافظين دلوقتي حضرتك عندك التهاب في الانبوبه لازم نربط الانبوبه. الكلام ده كلام فاضي. الانبوبه عشان تتربط في معايير معينه لابد ان تحترم. المعيار الاساسي هو في أنهي حته في قناه فالوب تضخم قناه فالوب، لان قناه فالوب عامله زي عقله الصباع، هم 3 اجزاء، الجزء الخارجي اللي هو الفيمبريال اند اللي هو ناحيه المبيض، والجزء الوسطاني وده انساه، والجزء الملاصق للرحم وده مش انساه ابعد عنه، لانه ده زي ما حضرتك كنت بتقول لا يتعدى الشعرايه، واللي في الوسط ده اتخن سنه، والجزء الخارجي اللي هو اللي فيه الشعيرات دون ناحيه المبيض دون هو الاهم، لان هو ده المكان اللي بيتقابل فيه البويضه والحيوان المنوي. ده ان كان في التهاب في هذا المكان، المكان انساه. ان كان الالتهاب واخد هنا وهنا وهنا، اللي هنا ما بيجيش هنا بس، يا هيجي هنا يا هيجي هنا وهنا وهنا. يعني الالتهاب او الانتفاخ هو الانتفاخ بتاع قناة فالوب ده في الشعب الصبغة عامل زي الكمترة، لما تمسك الكمترة كده لازم تبقى تخينة كده. لو الأنبوبة ملتهبة هنا انساها، ولا تربطها ولا بفكر فيها. لو الالتهاب خرج من هنا بقى في الجزء ده كمان في الأوسط وبقى في الجزء ده في الأقرب اربط قناة فالوب. طب ده بيبان لك ازاي يا أستاذ؟ بالإشعاب الصبغة. الكثير من المفاهيم تم يعني التوضيح له فيما يتعلق بقناة فالوب، وسيبقى الحوار مستمر في واحدة من أكثر المواضيع تشويقا. كالعادة الحوار مع ضيف العزيز ممتع للغاية، لأن احنا بنجيب كما يقول القصة من بدايتها، منذ أن نظر متخصصين تأخر الإنجاب إلى قنوات فالوب في الطب ما قبل التحديث
ومرورا للتحديث الأول ووصولا لما وصلنا إليه في 2023، كيف تعامل المحترفين مع مشاكل قناة فلوب؟ الواقع أنه ليس هناك ما يسمى بمنظار لقناة فلوب بشكل يعني براكتيكال أو عملي، ليس هناك ما يسمى بقاعدة ثابتة في التعامل مع مشاكل الالتهاب في قناة فلوب بالربط، إلا إذا كما شرح ضيفي بقواعد تواجد الالتهاب في مكان محدد في قنوات فلوب. تبقى هذه القناة مثيرة للغاية والحوار دائما معك ممتع للغاية. ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله، استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجاري ورئيس مجلس إدارة المؤسس لمستشفى دار الطب لتأخر الإنجاب والحقن المجاري ميجاستار هذا المجال، كان ضيفي في الدكتور. خليكم مع الدكتور. أهم المعايير المشتركة في التقارير العالمية المتعددة عن اختيار طبيب الأسنان الأفضل وتجارب مرضى آخرين وشهادتهم على مدى الحرفية والجودة واحتواء خوف المريض وألمه، ومنها الاطمئنان على اطلاع الطبيب على الأبحاث والتقنيات الحديثة، وأن يتم الفحص باستخدام الأجهزة الدقيقة والأشعة القادرة على كشف أي تلف، كمان رصد درجة النظافة والتعقيم في العيادة أو الصرح الطبي المختار، وأن التكلفة لا يصح أن تكون معيار الأفضلية، لأن قلة التكلفة ممكن يكون معناها رداءة الخامات المستخدمة وعدم حل المشكلة يضطرنا لزيارة طبيب آخر، وده معناه تكاليف مضاعفة. وأخيراً درجة حرفية واهتمام طاقم العمل بالعيادة واحترام المواعيد والالتزامات. أهلاً بيكم. في حاجتين دلوقتي بقوا عاملين خطورة على سنان البشر من ضمن ال 500 ألف حاجة، يعني مش هم دول بس الـ أول حاجة الفيديوهات أو السوشيال ميديا والفيديوهات اللي فيها نوع من أقول إيه عدم التركيز، لأنه ساعة لما يكون إنسان في حالة سعادة في حفلة في مع أصحابه في حاجتين، في الغرب بقى في كمان كارثة اسمها الكحول، انه ناس بتشرب في ودي نصيبه سودة فبيفقد اتزانه، وبعدين بيصور، فهو بيصور هو مش مركز في هو فين ايه اللي حواليه صاحبه جنبه، هو بص للكاميرا مقرب من حد مقرب منه، فبسهوله شديد هو في حته خطره بيتحرك فين بالظبط عينه على الكاميرا، انتم متخيلين المنظر، فبيخبط في حاجه تكسر له سنه تكسر له سنتين ثلاثة. ده اللي حصل في قصة واحدة بريطانية في حفلة، فتاة بريطانية البنت دي كانت قاعدة في اسمها كاتي أوتامين كاتي، كانت في خروجة مع العيلة مع زوجها وصحابه وبتاع، وفرحانين بالخروجة وفرحانين بالسهرة وعملين بقى اللي يصوروا ومش عارف ايه، وفجأة تتعرض كاتي إلى خبطة جامدة جدا وتفقد سنانها كلها بشكل دراماتيجي مخيف زي ما شايفين في الصورة اليمين. طبعا اللي احنا شايفينه، خلي بالكم شوف الفرق في السنان، يعني لو انتوا بصيتوا للصورتين هي ديت مش سنانها وقعت، سنانها في حادثة في خبطة في لحظة فقدت سنانها، بس مع ذلك تشوف الوش وكأن الوش كبر فجأة. طبعا مع التكنولوجيا المتقدمة في عالم الأسنان قدرنا ان احنا نرجع تاني لكاتي بوشها الطبيعي، لكن ارجع اقول لكم تاني انه المخاطرة بالسوشيال ميديا والفرحة طبعا والحركات بقى اللي بتتعمل على التلفزيون اللي هو بقى حركات الخطورة، يعني صورني يا باشا وانا مثلا بجري جارية جامدة جدا فوق بتاع كده واتزحلق
واطير مش عارف الكور واعمل حركات بقى اتشير بيها على اشوف بقى الريتشي ولا مش عارف اسمه ايه دوت كام الف هيتابعوني اصل انا ليا فولور، والنتيجه بتكون خطيره جدا بالنسبه للناس دول. يا اخي ما فيش مشكله يبقى لك فولور في اللبس في الشياكه في الفاشن، لكن بلاش في انك انت تكون مغامر او بتاع حركات خطره، لانه السنان هي من الحاجات اللي بتدفع الثمن، من ضمن ممكن الثمن ده يكون اخطر كمان، يعني ممكن الثمن ده يكون ان انت يجي لك اصابه خطيره في العمود الفقري، لكن السنان ما هي برضو اصابه خطيره. النهارده حوار ممتع جدا مع واحد من نجوم عالم طب الاسنان، النهارده الحوار سيكون بالتفصيل، والنهارده في نقاط جديده كعادته في عالم طب الاسنان، دايما الحوار بيكون مع واحد من ميجا ستارز السنان النهارده طب السنان الممتع جدا مع ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم مكادي. انا لازم اروح لدكتور الاسنان عشان اعرف ايه مشاكلي. الزراعه دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص انا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف ياكل حاجه ناشفه عشان خاطر الزراعيه، لا طبعا المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تاكل العظم. دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو ياكل لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته ويستطعم الاكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف ان المكان ده هيعمل لك الحاجه اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الاسنان وجراحه الوجه والفكين، عضو كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه لاطباء الاسنان. ضيف العزيز القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع وواحد من ميجا ستارز عالم طب الأسنان بيمتعنا بحواره الشيق دايما الأستاذ الدكتور كريم مكادي استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية وعضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور أيمن، زي حضرتك. الله يخليك. قبل ما أدخل في المواضيع النهاردة وأنت جايب لنا مواضيع جديدة، كم واحد بيجي لك في الكلينك من الناس دي، من الناس اللي عاملة كارثة؟ لا كتير جدا، وخصوصا إن هو يعني شكله كله بيروح بعد ما يفقد أسنانه. احنا عندنا الضحكه هي اول حاجه بيقع عليها عين البني ادم واحنا بنتكلم مع بعض، فاول ما الاقي ان مفيش اسنان ده بيعمل لي اتراكشن ان في عندي مشكله، وده بيخليه يهز ثقته بنفسه. يعني دايما هتلاقي اللي عنده مشكله في اسنانه الاماميه قاعد بيضحك كده اهو، ما بياخدش راحته في الضحك، دايما هتلاقيه قافل بقه، هتلاقي دايما عنده مشكله في الكوميونيكيشن بتاعته. بس في نقطه مهمه جدا، كل حد بيتخبط مش لازم السنه تتكسر عشان يبقى فيه مشكله. يعني انا مجرد ما اتخبطت خبطه جامده في اسناني لازم اروح لدكتور الاسنان، لان ساعتها عصب السنه نفسه بيموت وبيتعفن بعد كده ويبدا يعمل لي خراج في كيس دهني، بيعمل لي مشاكل تانية كتير قوي. فدايما انا بنصح اي حد اتخبط خبطه جامده في اسنانه حتى لو ما اتكسرتش لازم يزور دكتور الاسنان بتاعه. طبعا السوشيال ميديا خلت في يعني هرجله وجنون مش طبيعي. ما انت بتلاقي مثلا واحد يعني سايق موتوسيكل وماسك الموبايل بيصور، طب ده جنان ده بالظبط، وفي اللي بيقعد فوق العربيه وهي ماشيه وينط من فوقها مش عارف ازاي. لا ده دول مجانين، لكن انت مثلا انا بكلمك على ابسط الجنان. صح، هو سايق الموتوسيكل المفروض مركز. صح، وماسكه بايديه الاثنين. هو على عجلتين. لا المفروض ماسكه بايديه الاثنين، ساب ايد وماسك الموبايل وبيكلم الحد في الموبايل او بيعمل بقى الفولورز بتوعه. الفيديو بتاعه يعني بالظبط، فينشقلب مشكله بقى سنان. دي ابسط حاجه في قصه الحادثه، ده في عمود فقري وفي ناس بتروح خالص. اوكي، النهارده انت جاي لنا بموضوع مهم جدا اسمه العضه. ايوه طايت. ايوه، ايه حكايه العضه دي؟ الناس تفهمها الاول وبعدين كلمني عن رفع بقى العضه. العضه دي هي تطابق الاسنان مع بعضينا، وده اللي بيخليها تمضخ. يعني طول ما هي مظبوطه احنا بنمضخ كويس. لازم تتظبط ازاي؟ لو احنا اسناننا معوجه ومش قافله مظبوطه لازم نبدا نعمل التقويم بتاعها عشان نقفل قفله مظبوطه. لو انا عندي ضرس او سنه ناقصين انا كده بدات احمل غلط على الاسنان بتاعتي اللي هي بالتالي هتسمع في المفصل بتاعي. تعالى نفترض، هنتكلم بطريقه مبسطه عشان نستفهمنا، لو باب اللي هو متعلق على مفصلتين او ثلاثه بدانا نعمل عليه حمل بشكل مش مظبوط، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يحصل حمل زياده في حتت من المفصلات عن الحتت التانيه. نفس القصه بالنسبه لمفصل الفك. طب ده بيترجم بايه؟ ايه المشاكل بتاعته؟ بيبدا يحصل التهابات في الاربطه اللي ماسكه الغضروف في مكانه. طب الغضروف ممسوك باربطه جامد قوي من كل ناحيه، هل هنعرف نحركه؟ لا. لو حصل له التهابات بتبدا الاربطه دي ترتخي، اللي بيترجم معانا بعد كده بصوت طقطقه.
الطقطق ده بيبقى الغضروف طلع من مكانه ودخل، فبيترجم بالنسبة لي ان انا وانا باكل بسمع صوت طقطقة. طب ايه المشكلة بتاعت ده؟ مشكلة ان الحمل على الغضروف بيبقى مش متساوي، فبيبدأ يحصل تآكل في الغضروف في حتت اكتر من حتت، اللي بيخليها بعد كده تتقطع ونخش في عملية وقصة ان احنا مش عارفين نقفل ولا نفتح بقنا. طيب تفادي ده ازاي وعلاجه ازاي؟ احنا بنتفاداه ان احنا لازم يكون عضتنا سليمة، نمضغ بطريقة مظبوطة عشان خاطر نقدر ان احنا نحافظ على المفصل، يعني ناكل يمين زي الشمال، يعني ما عنديش سنان ناقصة، يعني ما عنديش سنان معوجة. فلو عندي حاجة من الحاجتين دول لازم ازور الدكتور، لو عندي صوت الطقطقة لازم اجري على الدكتور عشان يحلها لي قبل ما يحصل قطع في الغضروف بتاعنا. طيب لو انا لحقت سمعت صوت الطقطقة فجريت على الدكتور، في عندنا من اول ان احنا ناكل حاجات سوفت فترة ونبدأ نشوف ليه الطقطقة دي حصلت، هل أنا باكل على جنب أكتر من جنب بسبب نقص أسنان أو حاجة زي كده، هل سناني معوجة، هل بجز على أسناني، ونبدأ نشيل السبب بتاع المشكلة دي. لو الموضوع تطور شوية بنبدأ نعمله حاجة اسمها رافع عضة. رافع عضة ده بيعمل إيه؟ لو احنا افترضنا إن ده راس المفصل، راس المفصل وده التكويف اللي في الجمجمة اللي بايت فيه راس المفصل، فهو بينهم في الغضروف، بنبدأ نرفع العضة عشان نعمل سبيس يرجع فيها الغضروف لمكانه مرة تانية ويحصل له عملية الالتئام الطبيعية. لو احنا سيبنا لحد ما يقطع الغضروف بتاعنا هنضطر بقى نخش في عملية ترقيع في المفصل الفك وقصة. احنا يعني عمر ما المفصل عمر حاجة بتاعت ربنا بترجع زي الأول طبعا، فاحنا لازم نحافظ على نفسنا من الأول ان احنا ما نوصلش ان احنا عندنا التهابات في الـ في الـ في الأربطة اللي ماسكة الغضروف في مكانها. ولو حصلت لا قدر الله بدأت الساينز بتاعتها تبان زي الطقطقة، او زي وانا بفتح بوقي ما بعرفش افتح فتحه كامله، او زي ان الفك بتاعي بياخد زي اس شيب ديفيشن يعني بياخد زاويه عشان اعرف اكمل الفتحه، لازم اجري على الدكتور عشان يلحقني. عايز اروح لبرضه حاجه، استهتار الناس بكلمه خراج او بكلمه كيس دهني. هقول لحضرتك على حاجه، الموضوع ده موضوع كبير جدا. الموضوع ده بدا الاول كان تسوس صغير او خبطه زي اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقه. بيبدا التسوس ده احنا سبناه يبدا ياكل ده عشان خاطر ما فيش فولو اب عند الدكتور بصوره منتظمه، يبدا يتطور يجيب العصب، بعد كده يعمل خراج حاد، بعد كده يعمل خراج مزمن اللي هو بيبقى اكل في العظم، ويتطور لحد الكيس الدهني. الكيس الدهني ده بيتطور لامراض مش كويسه، يعني في انواع من انواع الاكياس الدهنيه التي تعامل معامله الاورام يعني بالاستئصال. فاحنا لازم دايما اي مشكله صغيره نبدا نلحق فيها اسناننا. زي ما احنا شايفين اللي فوق ده، ده كيس دهني. الكيس الدهني ده اتقلب بحاجه اسمها اوكيسي، اضطرينا ان احنا نعمل علاج للاسنان ونشيل الكيس الدهني في عمليه جراحيه ونزرع عظم عشان خاطر ما يتطورش معانا ويبدا يصيب الاسنان اللي حوالينا. احنا ممكن نخسر الاسنان، ممكن يقلب معانا بامراض مش كويسه، ممكن يبهدل لنا الدنيا. ده صوره كيس دهني فوق، خسرنا الضرس كله اللي هو ده، بس ده هنا بسبب كان علاج عصب ما كانش مظبوط، فبدا يجمع بكتيريا اللي بدات تضغط على خلايا العظم اللي اشتغلت بنظام الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي، ان العظم بياكل نفسه. احنا عندنا العظم بيشتغل بنظامين عكس بعض سبحان الله، يعني احنا وشنا واحنا بيكبر بيبدا العظم يزود نفسه من بره وياكل نفسه من جوه، فسمك العظم ما بيكبرش بالظبط. نفس الكلام ده لما بيحصل بريشر على خلايا العظم بتبدا تاكل نفسها. احنا بنستفيد من الموضوع ده مثلا في التقويم، نعمل ضغط بمقدار معين على على السنه اللي هي بتضغط على خلايا العظم فتبدا تاكل نفسها من ناحيه الضغط وتبدا تزود العظم من الناحيه الثانيه فالسنه تتحرك من مكانها. فحاله البكتيريا والخراج والكلام ده كله، الصديد هو اللي بيعمل الاكشن ده، بيبدا يضغط على خلايا العظم اللي بياكل نفسه. جسمي سبحان الله كديفنس ميكانيزم او نظام دفاعي بيبعت يبدا يبعت نوع من انواع الخلايا اسمها ابيثيليال سيلز عشان تبطن الاوضه اللي معموله اللي فيها الصديد، عشان تقلل البريشر او الضغط على خلايا العظم. بس المشكله ان هو لما بيكتمل الابسيليال سيلز دي في الاوضه كلها، ده بيبقى الكيس الدهني اللي بعد كده بيتطور لحاجات مش كويسه. احنا عندنا ده حضرتك شايف تحت، احنا ده كل الابيض ده كان كيس دهني واحنا شلناه وزرعنا فيه عظم زي ما احنا شايفين. حضرتك كان متبقي بعد الكيس الدهني الاتنين تلاتة ملي الفك، يعني ممكن الكيس الدهني ده يؤدي ان الفك نفسه يبقى ضعيف لدرجه ان اي خبطه تكسره. يعني كل ده كان عظم متاكل بسبب الكيس الدهني اللي قبليه. احنا شلنا الكيس الدهني، حطينا زرعنا العظم ده بكميات كبيره، بعد كده عملنا فيه ايوه هنا زرعنا زرعات في المكان اللي كان فيه الكيس الدهني. يعني احنا هنا زرعنا العظم، شلنا الكيس الدهني اللي هو مكانه فراغ، حطينا العظم استنينا عليه 6 شهور،
وبعد كده حطينا الزرعات دي بنجاح الحمد لله. يبقى اذا الاستهتار بالتعامل مع الاكياس الدهنيه قد يكون ثمنه غالي. المسكن مش هو الحل، انت شلت العرض. احنا عندنا الطب بيقول لك وي هاف تو ريموف ذا كوز، احنا لازم نشيل السبب اللي ادى الى العرض، لكن طول ما انا بشيل العرض بس فالسبب شغال بيبهدل الدنيا اكتر. انتم متهمون، على فكره دي جايه هتبقى حاجه لطيفه جايه قادمه قريب في حوارنا كده، بس انتم متهمون. انتم مين؟ انتم معشر اطباء الاسنان، يعني هنحاول نبقى كويسين. لا هقول لك بقى الاتهام ايه. ماشي. انتم متهمون بانكم اعداء الاطقم المتحرك لسبب ربما يراه البعض انه يعني انتم كارهين الاطباء الاطقم المتحركه لان المعمل هو اللي بيعمل الاطقم المتحرك، انتم مش عايزين المعمل هو اللي يتحكم في القصه. انا بكلمك بقى على فكره، انا فخور ان انا متهم بده، مش انت بس، كل الفيلد الطبي كله. انا ضد الاطقم المتحركه لاقصى درجه، احنا بنستخدمها، انا بعملها مؤقت للمريض يمشي بيه لحد ما زرعته تمسك. مشكله الاطقم المتحركه ايه؟ اول حاجه احنا طول ما احنا بنستخدم الاطقم المتحركه وبنمضغ عليها بتبدا تتحرك بحركه تلخلخ الاسنان اللي هي ماسكه بمشابك فيها، وتبدا تعمل تاكل في السنه نفسها اللي بيخليها تتكسر بعد كده. يعني انا خسرت بقيه الاسنان الموجوده بسبب الطقم المتحرك. المشكله الثانيه ان ده بيخليني ما عوضش الاسنان المفقوده بزراعه، انا خلاص معتمد ان في طقم متحرك، وده اللي بيخلي العظم يتاكل. خلي بالك يا دكتور ايمن، اللي بيحافظ على حجم العظم هي الاسنان اللي جواه او البديل بتاعها. البديل بتاعها ده اللي هو ايه؟ الزراعه. عشان كده دايما بننصح ان اي حد بيخلع ضرس لازم يزرع مكانه عشان ما يبداش العظم يتاكل فيبوظ الضرس اللي بعديه، وتبدا تكر تسحب سنه في الثانيه لحد ما نخسر اسناننا كلها. فانا ضد الاطقم المتحركه لان انا بعد كده العظم بتاعي تاكل، بوظت الاسنان بتاعتي، نبدا نخش لو في الفك العلوي العظم اللي تحت الجيوب الانفيه بيقل جدا فبنضطر نخش في رفع جيوب انفيه عشان نرجعه مره ثانيه. فهي القصه كلها ان احنا عندنا القدره دلوقتي في 2022 ان احنا نعيش باسناننا بقيه حياتنا ثابته. ليه نخش في الهاسل او القصه دي كلها؟ فاحنا محتاجين ان احنا نفكر سمارتر او بطريقه احسن، ان انا عشان احافظ على بقيه سناني لازم اعوض بالزراعه، عشان خاطر استطعم الاكل. الحساسات بتاعت الاستطعام مش موجوده في اللسان بس، هي موجوده في سقف الحلق بالجناب، بتستطعم الحاجات المالحه مثلا. فانا طول ما انا مغطيها مثلا بتركيبه متحركه انا ما بدوقش الاكل. فهل انا منطقي ان انا اقعد بقيه حياتي مش بستطعم اللي انا باكله؟ النكهه بتاعت الاكل فيها مشكله، فانا خسران نكهه اكل، خسران سنان، خسران عظم. والعظم ده اصلا الشاسيه اللي مشدود عليه عضلات الوش وجلد الوش والكلام ده. فلما العظم بيكش عشان ما فيهوش اسنان هيبدا الشاسيه ده الحاجات اللي عليه تبدا تكرمش، فيبان سن المريض اكبر من سن الطبيعي. احنا شفنا كاتي من شويه اللي هي بتخبطت بس، كاتي تحولت وكبرت 10 سنين مثلا، كبرت في ثانيه بالظبط بعد الحادثه فجأة بس، فجاه وشها مش قبل وبعد في خلال شهور، ده قبل وبعد في يوم في ليله. طبعا مش هنتكلم بقى ان الطقم ده كل شويه هيوسع مننا عشان العظم كش، فهبدا ماشي ملازم دكتور السنان على طول، يقع مني عشان خاطر انا عظمي كش وقدام الناس واحراج والكلام ده كله. زي ما احنا شايفين الوش بيتغير اهو، الوش نفسه اتغير. يعني بص حضرتك على الحركه المشهوره، الحركه المشهوره كان الوضع عامل ازاي؟ الناحيه اليمين الست كبرت قد ايه عشان خاطر خسرت اسنانها وما عوضتهاش. نفس الكلام هنا اهو، اللي هي الحركه اللي هي فيها دي فقد الاسنان بالظبط. روبن ويليامز الله يرحمه كان عنده مشكله فقد الاسنان، وكان وشه بدا يبقى فيه التغير ده. صح، اعتقد انه برضو اهماله في التعامل مع الاسنان روبن ويليامز هو اللي خلاه ينتحر في الاخر، يعني من ضمن الاسباب. ما انت يعني او من ضمن اشكال الاهمال في النفس او اشكال الـ 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 الاكتئاب. الاكتئاب بالظبط. اكتئاب مش ظاهر. لانه المكتئب انا ببدا اسيب نفسي خلاص. المكتئب على فكره ممكن تلاقيه قاعد معاك وبيتكلم وبتاع وهو بيفكر في الانتحار. صح يعني دي خلي بالكم من الحكايه دي. مظبوط جدا. هروح بقى لاتهام اخر، انتم متهمون معاك بانه عمليات رفع الجيب الانفي عمليات بالنسبه لكم يعني الى حد ما صعبه ومكلفه ماليا. عمليات الجيب الانفي، رفع الجيب الانفي بقت دلوقتي اسهل من سهوله، بقى في حاجه تكنيك اسمه كلوز ساينس ليفتنج، ان احنا بنرفع الجيب الانفي من نفس الفتحه اللي بنحط فيها الزرعيه. زي ما احنا شايفين
الفتحه اللي موجوده الرفيعه دي، ده الضرس لما اتخلع بدا العظم عشان ما تعوضش على طول العظم يكش، فتجيب الانف كبر ما بقاش فيه عظم نحط فيه زرعات، فبنبدا نفتح فتحه صغيره خالص من تحت زي ما احنا شايفين كده اهو، ايوه، ونبدا نزق منها ادوات بتاعتنا، ونبدا نزق بعد كده سلاين مكانها. هي خرم صغير جدا لا يتعدى الملي ونص يعني. ونبدا نزق واحده واحده، هيزق دلوقتي السلاين بتاعها ويرفع الجيب الانفي، ويرفع الجيب الانفي. بعد ما هيرفع الجيب الانفي يبدا يحط، ايوه كده رفع الجيب الانفي، يبدا يحط العظم، بقى مكانها. اوكي، ويبدا يدي فرصه للزرعه انها تتولد في الحته. ادي العظم بدا يتحط اهو، ملى السبيس كلها بالعظم، وبعد كده حط الزرعه في عظم. فاحنا تفادينا ده هنا زي ما احنا شايفين الحاجات البيضه الواضحه قوي دي بزرعة. اللي عامله زي السحاب دي، ده رفع جيب انفي، دي العظم اللي احنا حطيناه، ده العظم بتاعنا اللي هو الابيض، بس درجه البياض بتاعته بالزبط. اقل شويه من الزرعه. بالظبط كده، هتلاقي عامل زي سحاب يمين وشمال. يمين وشمال بالظبط. ده احنا رفعنا الجيوب الانفيه دي كميات عظم كبيره، وانا عايز اقول ان احنا العظم اللي احنا بنحطه ده بيلتئم مع العظم بتاع جسم البني ادم، بيبقى حته واحده، لدرجه ان احنا هنا حطينا فيه زرعات وركبناها، وبقى المريض بقى باسنانه كامله. خلينا ما نقولش مريض، خلينا نقول الكلاينت اللي هو فقد اسنانه، رجع له اسنانه مره ثانيه. هروح لاتهام اخر النهارده، كل القعده اتهامات يعني. انا جاي هنا اتحط في كورنر. بس ده مش اتهام بقى، هو ده يعني، هو هقوله لك زي ما هو في دماغي كده. انتم متهمون، مش انتم، انت، لكن الفل الاسنان متهم بحاجه، مش انتم برضو، مش الدكاتره، او ربما الدكاتره. ليه ما بتتصدوش بالشكل الكافي للزرعات الرديئه، بحيث ان يكون الموضوع فيه تجريم واضح لهذه الزرعات الرديئه، بحيث ان الظاهره دي تختفي؟ مين قال كده يا دكتور؟ احنا بنتصدى ليها. مش بتكلم عن الدكاتره، هو مش دي، مش دكاتره، ده هنا الكلاينت نفسه هو عنده مشكله. انا طول ما انا بسترخص وبدور على حاجه تحت السلم عشان خاطر ازرع اسناني، طب ما انا كده موافق ان انا يتحط لي حاجه ليست ذات كفاءه المناسبة. هنا ده الفتحة دي، ده عظم متآكل بسبب زرعية مش مظبوطة. احنا المريض جالنا قال لي انا زرعت من شهرين وعندي ألم شديد على طول. فجايين بنفتح لقينا المنظر ده بعد ما شفنا في الاكس راي ان في كمية ريديولوسنسي او تآكل في العظم شديد جدا موجودة في الأشعة بتاعتنا، هي اللي أدت، هي بسبب الزرعية اللي هي مش مظبوطة. بقى في يعني مشكلة ان بقى في ال 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 يعني التراست دي حاجه مهمه جدا. لازم تروح لدكتور تراستد بالنسبه لك، لازم تتراست الماتيريال بتاعته، الدكتور حرفه وتكنولوجي وخامات، ثلاث حاجات دول. ممكن يكون شاطر جدا بس خاماته رديئه، ممكن الانفكشن كنترول بتاعه ما يكونش كويس، ممكن يكون بيسترخص. طول ما احنا بندور على السعر قصاد الكواليتي احنا بنخسر كتير قوي. الكواليتي اهم حاجه في الدنيا، عندي صحتي في الاخر، انا مش هينفع احط حاجه في جسمي مجهولة المصدر. دي مهم قوي بقى. ولا هينفع احطها مع حد مجهول. فانا لازم حد تراستد مع ماتيريالز احنا فاهمين دي جايه منين. ولازم اروح عند حد بيخاف على اسمه كويس قوي. لان طول ما هو بيخاف على اسمه وبيراعي ربنا، فانا هبقى ضامن ان انا في حته كويسه. زي ما احنا شايفين ان هي دي اكس راي باينه ان الزراعيه محطوطه والعظم اللي حواليها جري منها. المفروض اصلا الزراعيه دي عامله زي المغناطيس. تيتانيوم عامة بيجذب العظم ان هو يتكون حواليه. اوكي. زراعية تيتانيوم اللي احنا شفناه دلوقتي العظم الجري من الزراعية، ده بسبب رداءة الزراعية. اذا هي نوع من، مش هقول ده تجاوز يعني تعبير اعلامي، اقول اتهام، لان مش متهم الفيلد الطبي، مش متهم في الثلاث اتهامات اللي انا قلتهم. لا الطب الاسنان متهم بانه ما تصدش، لان دي مش قضيه دكاتره طب الاسنان ان هم يتصدوا ليه، بس هو بيني وبينكم لازم كل دكتور يبين لمرضاه خطوره الزراعات الرديئه. بالظبط كده، هي اعلام اكتر منه دوق طب باسنان، بس مسؤوليه اطباء الاسنان يبينوا الحكايه دي. مسؤوليه اطباء الاسنان انهم لازم يبينوا للمرضى بتوعهم ان استرخاص في طب الاسنان نهايته سيئه. نهايته سيئه، انت تخسر عظمك وتخسر اسنانك. خلي بالك يا دكتور ايمن، هي بتبوظ العظم اللي حواليها، اللي بعد كده بتسحب المشاكل العظم دي بتسحب للسنان اللي حواليها. فانت هتبدا تكر السنان من غير اي لازمه. وانهم بيبينوا للكلاينتس بتوعهم
لماذا نكره الأطقم المتحرك؟ ما هي دي بقى مشكلة من مشاكل، إن أنا قاعد بفتح وسائل التواصل الاجتماعي بدور على الأرخص، مش بدور على الكواليتي، مش بدور على التراستد أكتر. دي مشكلة كبيرة. إحنا المنطقة العربية، وعلى فكرة برضو يشارك معنا الشرق الأقصى بقى، الهند وباكستان، المنطقة دي كلها، لأن بلاحظ لما روحت هناك إنهم عندهم مشاكل في السنان، تعويض السنان، تلاقي الناس ماشية بخمس ست سنان فوق وخمس ست سنان تحت والباقي كله في الهواء. دي مشكلة كبيرة. دي مشكلة كبيرة. أنا دلوقتي يعني خلعت، حصل لي مشكلة. طبعا المية والكلام ده بتبقى فيها مشكلة شوية في اليمن، الحكاية دي بالظبط. اليمن عندنا بيجي لنا منها مشاكل كبيرة شوية في الأسنان. المشكلة إن إهمالها هي اللي بتبوظ بعد كده العظم بتاعنا، هي اللي بتبوظ بقية الأسنان بتاعتنا، فتفقد الأسنان. المهم إن إحنا مش مشكلة، إحنا دلوقتي عندنا مشكلة في الأسنان، المهم إن إحنا نتعامل معاها. خلعنا سنة لازم نعوضها. خلي بالك يا دكتور أيمن، خلع السنة ده مشاكله كبيرة جدا على السنان اللي حواليها وعلى المفصل بتاعنا. زي ما إحنا شايفين هنا، إحنا خلعنا ومعوضناش. سبحان الله، السنان أصلا في حالة حركة، كل واحدة بتسند اللي جنبها وتسند اللي قصادها. لما بنخلع فترة طويلة بيبدأ السنان تميل عشان تقفل السبيس اللي ما بينها، تبدأ اللي قصادها تطول. ده اللي خلى تآكل العظم بعد كده بيكشف الجذور بتاعتنا وبيكون الجير. بعد فترة السنان اللي احنا شفناها دي هنخسرها. ده هنا أثروا على مفصل الفك بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عليه في أول الحلقة، إن احنا بناكل بطريقة مش مظبوطة. عندنا ناحية كاملة وناحية مش كاملة، فأبدأ أحمل على ناحية أكتر من ناحية، زي فكرة الباب اللي احنا اتكلمنا عليها. فأنت بتخسر مفصلك، تخسر الأسنان بتاعتك اللي حواليها، تبدأ يحصل سبيسينج، عشان احنا زي ما احنا قلنا سنان في حالة حركة، كل واحدة بتسند لجنبها. هنا بعد ما المريض أهمل قرر ان هو يرجع تاني لحياته الطبيعية، زي ما احنا قلنا يا دكتور أيمن دايما، ان من حق كل واحد يعيش بأسنانه لحد آخر يوم في عمره بأسنانه الثابتة. ده هنا دي حالة زراعة، احنا زرعنا له الفك العلوي كله. احنا بنحط في الفك الواحد من 6 ل 8 زرعات، بنحمل عليهم 14 سنه وضرس، اللي هي اسنانك كامله بتاعت الفك الواحد بدون ضروس العقل. احنا ما نعوضش ضروس العقل، عشان انا بشوف في حالات بتيجي زرعين ضروس العقل بتاعتهم، انت مش محتاج تعوض ضروس العقل. فاحنا من 6 ل 8 زرعات على حسب حجم الفك، على حسب حاله العظم اللي هي بتبان في الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد، بنبدا نحط عدد الزرعات ونركب عليها الاسنان بتاعتنا. خلينا نروح لقضيه ثانيه بقى مهمه جدا، نقل العصب، لان دي قضيه مهمه. نقل العصب دي قصه، يعني قصه جراحيه مخيفه، عملت نقله كبيره جدا، وفي نفس الوقت هي لازم عشان خاطر تعملها تروح لحد تراستد بيعرف يعملها. هي ايه عصب الفك؟ هو عصب ماشي جوه عظم الفك، بيطلع من عند الضرس رقم 4 و5، بيطلع عشان يغذي المنطقه دي، بيدينا الاحساس في المنطقه دي. لما بنفقد اسناننا فتره طويله بيبدا العظم اللي فوق العصب الفك ده، او فوق القناه اللي فيها عصب الفك ده، يكش جدا. تمام؟ فهل ده معناه ان انا مش هرجع باسناني مره تانية؟ فبنبدا نعمل له عمليه نقل العصب بالفك. هنا زي ما احنا شايفين، اللي انا ماسكه ده عصب الفك، واحنا بننقله. ده هنا احنا طلعناه من القناه بتاعته، نبدا ننقله على مستوى تاني ونحط الزرعات في العظم اللي موجود. فاحنا كسبنا العظم، بقيت عظم الفك يعني طول عظم الفك، فنحط فيه زرعات. اللي محطوط ده، دي الزرعات التلاتة اللي ورا بعض دول، دي زرعات. واللي انا ماسكه بالبروب ده عصب الفك بتاعنا. تمام؟ قدرنا ان احنا ننقله في امان، وحطينا الزرعات بتاعتنا، والمريض دلوقتي رجع له اسنانه كامله، مع انه هو لف كتير وقالوا له انت ما ينفعلكش زراعه عشان العصب الفك بتاعك، لا احنا نقدر ننقله دلوقتي. يعني هي ادتنا فرصه ان انا ارجعك تاني باسنانك بالظبط كامله، مش مجموعة القدامانية. في ممكن تروح عند حد مش بينقل عصب الفك، يقول لك انا هحط لك 4 زرعات قدام، هحمل لك عليهم 8 اسنان، وده اللي هينفع نعمله عشان انت خلعت بقالك فتره والعظم بتاعك تاكل. لا، احنا دلوقتي نقدر ننقل عصب الفك ونكمل زراعتنا عادي خالص، ونرجع باسناننا كامله. احنا بندور ان انا ارجعك زي ما كنت. لازم ترجع وتعيش حياتك طبيعي، تاكل طبيعي، عشان ده كله اثار جانبيه على الجهاز الهضمي وعلى صحتك، وعلى 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 وعلى. لازم نفسيا تبقى عايش طبيعي، لازم ثقتك كلها ترجع لك مره ثانيه وانت باسنانك الكامله. ابو العريف، في طب الاسنان فاتي ومخيف جدا، لانه
مشهور على فكرة الفاتيف، وبيبقى موجود جوه الصالة بتاعت الانتظار بين المرضى وبعضهم. دي مشكلة كبيرة، دي مشكلة يعني. ممكن أول لو احنا عملنا كاميرا بقى وتصوير فيديو لمرضى جوه عيادة الأسنان يسمع حوارات، لا ما تعمليش كذا او اعمل كذا انا عملت كذا، ويصعب بعد كده ان انت تفهم المريض حالته ومشكلته فعلا فين. هو داخل متوسوس في ودنه بكلام ملوش علاقه، مشكلة كبيرة من اللي قاعد جنبه كان فاد نفسه. تعالوا نسمع ابو القرية. يا باشا هو بطبعه حريص شويتين، كان فضله سنتين في الفك، قال لك استناهم يقعوا وازرع الفك على بعضه اوفر. الدكتور قال له هنزرع 6 زرعات يمسكوا الفك بالكامل. في العادي انا بستلمه تريقه لما يكون عاوز يوفر وما يعرفش، بس المره دي انا متعاطف معاه. ليه يا باشا يزرع 6 زرعات؟ 6 مسامير يحطهم في فك واحد، مش بس تكاليف، العظم هيستحمل ازاي؟ ما كفاية يا باشا 3، واحدة يمين وواحدة شمال وواحدة في النص، هو هياكل ايه يعني عليهم؟ ما التلاتة هيمسكوا السنان اخر حلاوة. بصراحة انا اقنعته يصرف نظر ويشوف له طقم جاهز كده من غير زرعات، ما هو 6 كتير. هو ليه يا باشا دكاترة السنان ما بقوش حنينين زي زمان؟ كمية اشتغالات اشتغلها لنا دي مشكلة ده. كبيرة، وعلى فكرة دي بتيجي فعلا كتير. يعني في حد يجي يقول لي فكه فاضي تماما، حط لي بس 3 زرعات بس عشان بس سنين. البرابريز يقول لي كده، هو بالظبط اللي هو الوش يقول لي برابريز بالظبط كده. انا ما باكلش انا ما بطحنش. اول حاجة تعالى نتكلم كده، هي ايه الزراعات اصلا؟ هي اساسات العمارة. هل انا ينفع اطلع 11 دور على عمودين؟ في ناس تقول لك ايه، انا مش عايز 11 دور، انا هضلع دور. فانت كده كده عملت الحمل بتاع وزن العضة بتاعك على، هو نفس الحمل على عدد عمدان اقل وعدد اسنان اقل برضو. فانت الحمل زيادة اللي هيبوظ الزراعات ويبوظ لك عظمك. المهندس في القصة دي هو الدكتور. الدكتور هو اللي بيحسب الاوزان بتاعته ويوزع ويقول ما ينفعش افتي في حاجه زي دي، لان انا مثلا انا شخصيا ما اقدرش اقول العماره دي تطلع على كم عمود وكل عمود فيه كم سيخ. نفس القصه المهندس مش هينفع يقول عندي محتاج كم عمود. توزيع الاحمال ده فن يا جماعه، ده جدا. تعالى الاسئله سريعه واجابات سريعه. السؤال السريع الاول، الاسنان الطبيعيه مش بتتعوض، كلام يعني الجمله الاولانيه حلوه جدا، الزراعه مش هترجع اللي راح. لا، الجزء ده بقى انا مش موافق طبعا على الكلام ده. الزراعه هي الحل الامثل لتعويض الاسنان المفقوده، وهي اللي هتحافظ لنا على عظم الفك، وهي اللي هتخلينا ما نكبرش في السن بسرعه، وتحافظ لنا على الاسنان الباقيه في عظم الفك. هي اقرب ما تكون للطبيعه. دي اجابه سريعه جدا. لا، اقرب ما تكون للطبيعه. السؤال الثاني، لو في سنه اتكسرت هل تؤثر على باقي الاسنان؟ سؤال كلاسيكي. طبعا طبعا، احنا دلوقتي سنه اتكسرت، قلنا مش اتخلعت، اتكسرت. انا فاهم، ما هي برضه اتكسرت، عملت سبيس ما بين وبين اللي قصادها. اول حاجه السنه نفسها هتبوظ، بعد وقت هتبوظ وهتخسر السنه. تاني حاجه عملت سبيس، احنا قلنا ان السنان في حاله حركه، كل واحده سنده اللي جنبها وسنده اللي قصادها، السنه اللي قصادها لازم هتطول في الحته المكسوره دي، لو هي مكسوره من الحته اللي فوق، السنه اللي جنبها لازم هتميل ناحيه الحته اللي فاضيه. طبعا احنا خسرنا السنه وبوظنا السنه اللي قصادها. السؤال الجاي ده سؤال مشهور جدا بقى، سني كبير، دي بداية الكلام، سن كبير وأسناني كلها وقعت ونفسي آكل، أعمل إيه؟ المشكلة دي ربنا يديها طول العمر جدتي، وأنا اتكلمت عليها كتير لأن أنا أعز الناس لقلبي. وأنا يعني كمان. هي الله يرحمها ويحسن إليها. لا، هي موجودة لحد دلوقتي. أنا ربنا جدتي ربنا يديها الصحة، دي أعظم حاجة. من 15 سنة كانت لسه، كانت الزراعة ما بقتش زي دلوقتي. أنا قمت جايبها وقلت لها أنا هرجعك تاني بأسناني الكاملة. كانت بدأت السنان تتلخلخ وتتعب والكلام ده كله. من 15 سنة أنا طبعاً ربنا يديها الصحة دلوقتي، هي لسه موجودة. 15 سنة كانت كبيرة برضو وكبيرة كبيرة، تمام؟ أنا زرعت لها الفكين كاملين وزرعت لها عظم الفك، والنهاردة لحد النهاردة هي بتاكل بسنانها الثابتة. يعني هي دلوقتي غرائز الحياة، هي بتستخدمها لحد النهاردة، بتاكل بتستطعم، عايشة طبيعي. وشها ما كشش ولا كرمش زي اللي بيحصل في ناس كتير، بسبب إن عظمها حافظ على نفسه. فاحنا نقدر في اي سن ان احنا نوصل
لأحسن نتيجة في الأسنان بتاعتنا. أنت نورت وكالعادة أبدعت وخدتنا في نزهة جميلة متنوعة النهاردة. جاوبت أسئلة صعبة جدا وفي مناطق صعبة جدا مثل العضة والتقويمات أو تعامل مع العضة، مثل رفع الجيب الأنفي، مثل نقل العصب، أيضا ذكرت قضايا مهمة جدا كنت أنا فيها الخصم أو بمعنى أصح يعني كنت أنا المتهم مش أنت طب الأسنان صح. في التعامل مع مش متهم ولكن توضيح صح. يعني هل طب الأسنان يكره تماما الأطقم؟ نعم، هي دي ميزة البرنامج هنا إن هو بيفهم الناس، انت بتاخدش المعلومه وخلاص، انت بتفهمها بطريقه علميه مبسطه. والزراعه دلوقتي بقت سهله، احنا بنحط الزراعيه في دقيقتين ثلاثه، فانت يعني الفك الكامل اضرب دقيقتين ثلاثه في ست زراعات، فالدنيا بقت اسهل وتقدر تعيش حياه احسن باقل تعب. والانسان في الاخر لازم يكون حريص على اسنانه. ارجوكم خلي بالكم من سنانكم، ودايما جزء من حياتكم وجزء من جدولكم الاسبوعي يكون جزء منه في عياده طب الاسنان، مش كل اسبوع، ممكن كل شهر، حسب بقى. كل اربع شهور، كل اربع شهور بالنسبه لمريض السكر كل شهرين بالظبط، يعني على الاقل. لكن ما فيش يا اخي، انت بتعمل صيانه لعربيتك، اعمل صيانه لاسنانك يا اخي. ده في ناس بتتفاخر بانها بتعمل صيانات لليخت بتاعها، يعني بنتكلم على ناس تانية بقى، مش بتكلم عن ناس، ما في ناس ما عندهاش العربيه، لكن ماشي. لكن تبص اللي يزعلك ان الناس اللي بتعمل صيانه لليخت ده وعندهم يخوت وعندهم عربيات، تبص لاسنانهم تلاقيها بايظه. ده حقيقي، ده بنشوف. يبقى انت بقى ساعتها بتضرب كف بكف، اعمل صيانه لنفسك. تضرب كف بكف. الراجل اللي يعني عنده يخوت، عنده يخت، وعنده عربيه وبتاعه، وقاعد كل يوم في الحته الفلانيه، الحته العلانيه، سنانه كده، لا دي تزعل بقى. يعني حتى الناس البسطاء برضو لازم ياخدوا بالهم من سنانهم. ومفيش حته في مصر دلوقتي اللي ما يقدرش، كل الاسعار متوفره، وقلب الدكاتره حنين برضو على المرضى. نورتنا وشرفتنا. انا اتشرفت بحضرتك. ضيفي العزيز ميجا ستار، عالم طب الاسنان، الاستاذ الدكتور كريم مكادي، استشاري زراعه وتجميل الفم والاسنان، زميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان، والمؤسس لمركز مكادي. نورت وشرفت الدكتور كالعاده. شكرا دكتور، خليكم دايما مع الدكتور.